احمد بقى انت يعني دخلت امازون بطريقة واحد في المية بس اللي بيعملها انك دخلت اشتريت براند او اشتريت بيزنس اوريدي شغال على امازون تقدر الصبح يكون دخلك لتسعي مثلا فرنجل الف وخمسمائة دولار أوكي. نت في الشهر فا imagine ان انت بتبتدي فروم سكراتش وعايز توصل لده بنصح اي حد داخل دروب شيبنج هو ما ينفعش يجيت stuck في الدروب شيبنج هو لازم الدروب شيبنج ده يبقى بالنسبه له مرحله ياخدها للنكست ليفل اللي هي الوايت ليبل والوايت ليبل كمان ما يبقاش بالنسبه له هو اللي بيجيت stuck فيه هو يجي stuck بقى في البرايفت ليبل لو ناوي يكمل مع البراند ده بيع على امازون هو ما هو الشانل من التجاره الالكترونيه اللي هي بتحتاج بادجت كبيره جدا واللي فيها خسائر ستين 70% في انت هتخسر صح 30 ممكن تكسر. نسبه كبيره جدا اصلا من الناس اللي بتبتدي على امازون شفت الاحصائيه دي لا نسبه كبيره جدا بيخسروا من اول سنه 90% اللي م? انا فاكره يعني. صح اهلا بكم في فيديو جديد الحقيقه الفيديو ده انا متحمس ليه بشكل كبير جدا لان انا قاعد مع ناس النهارده دخلت مجال التجاره الالكترونيه بطريقه مختلفه تماما عن معظم الناس اللي بتدخلها يعني مثلا كعبد الله في البيع على امازون او غيري من الناس مثلا اللي بتبتدي تبيع على امازون احنا بنتكلم ازاي تلونش بزنس او تاسس بزنس على امازون لكن صديق احمد نجار دخل بطريقه مختلفه تماما ان هو دخل واشترى بزنس اصلا شغال على امازون والحته دي مفيش حد فيها تقريبا بيتكلم على اليوتيوب نفس الكلام برضو صديق ابراهيم دخل مجال التجاره الالكترونيه بالدروب شيبينج بس عنده الطرق بتاعته اللي بتخلي الموضوع اسهل او فرص النجاح فيه بتكون اعلى مساء الفل ابراهيم ايه الاخبار مساء الفل يا عبد الله احنا مبسوطين ان احنا معاك النهارده و... ودايما فيديوهاتك بتقاد لينا فعشان كده احنا قلنا لا لازم نبقى بنشير النو هاو اللي عندنا مع الاودينس بتوعك مساء الفل مساء الفل كله إيه؟ كويس الحمد لله اهم حاجه جاهزين جاهزين الى حد كبير عشان في حاجات كتير ايه هنتكلم فيها هتسال طيب. كتير انت اه لا لا بص هيبقى في زي خناقه كده بسيطه بشكل لطيف او الرساله اصلا اللي احنا متفقين عليها من قبل ما نصور الفيديو ده ان احنا كل واحد فينا بيشتغل في التجاره الالكترونيه بس بطريقه مختلفه فاحنا عايزين نوصل لاي حد بيشوف الفيديو ايه هي انسب طريقه هو شاف الطريقه بتاعت عبد الله شاف الطريقه بتاعت احمد ونفس الكلام لابراهيم يشوف ايه انسب طريقه بالنسبه له ان هو يدخل بيها البيزنس ده اكيد طريقه انا هنشوف <تصفيق> <تصفيق> احمد بقى انت يعني دخلت امازون بطريقه واحد في 1% بس اللي بيعملها انك دخلت اشتريت براند او اشتريت بيزنس اوريدي شغال على امازون فانت ازاي برضو وصلت للبوينت دي وازاي اصلا عملت الحاجه دي لان حاجه انت لما جيت فكرت فيها تدور على كونتنت مش هتلاقي برضو كونتنت كتير قوي ان انت ازاي تشتري بيزنس جاهز وتضمن نفسك وحتى للاسف المحتوى اللي موجود ما بيقولش كل ال, ال.. ال.. ده بس خلينا نجيب الاول اولا ال.. ال.. قبلنا.. ال.. اصلا مش اي حد يروح على الست دي الستب دي دايما بتاع حد اكسبرت حد عنده اكسبيرينس في كذا اندستري في ليفل تاني يعني انا ماي اكسبيرينس دلوقتي حوالي 12 سنه تقريبا في الـ في, في الاندستري اه أو، تقريبا كلنا برضه ادينا في كرايسيس mm. كورونا وغيرها بس انا كان كرايسيس كانت 2011 يعني كانت فرقه جدا في الـ في الانترنت في العالم العربي آه، وابتديت تقريبا اشتغلت كل حاجه في الـ في, الاونلاين يعني لحد ما حبيت الاي كوم e يعني في الاي كوميرس e تقريبا لايك like بقالي تقريبا تقريبا حوالي 10 سنين او حاجه من ماي اكسبيرينس في الاي كوميرس e بس بفاريشنز مختلفه يعني انا بدات حياتي ككونتنت رايتر عادي جدا بعد كده اشتغلت في ادفرتايزنج فتره كويسه كان كل الادفرتايزنج بتاعتي مع اي كوميرس واشتغلت في شركه بت... ده الفوكس بتاعها بتعمل ادفرتايزنج لل اشتغلت حتى مع شركه ديفلوبمنت بتعمل ما شاء الله برودكتس او بتعمل ويب سايتس بعد كده اشتغلت مع ادفرتايزنج للاي كوميرس ويب سايتس بعد كده اي جوينت بقى في من حته البرايفت ليبل وحبيت حته هنا وقعدت فيها شويه لأن انت هنا بتعدي على المانيفاكتشر او انت ما بتبص حواليك تلاقي ان كل حاجه حواليك تقدر تصنعها تقريبا ب 10% 10% 10%, 10 تقريبا من تقريبا من الكوست بتاعتها فده خلاني يعني تقريبا انا اشتغلت في كام اندستري يعني تقريبا ثلاثه او اربعه اندستريز مختلفين تماما عن بعض كل واحده بعيده خالص ده مثلا ده وود وده ستانلس ستيل وده كوزماتكس شويه شوية شويه يعني في حاجات مختلفه تماما ف... فلقيت ان الفورمولا واحده اتس يعني برضو في جزء فادني جدا جدا من في حياتي هو ان انا درست اكاديميك ماركتنج ف... فبالتالي انت لما بتحط الكونكلوجن ده مع بعضه كده بتقدر تروح تسلكت بزنس وتشتغل تشتغل فيه او تاكواير بزنس يعني تقريبا اكوايرنج بزنس تقريبا هما ثلاثه مش مش كتير قوي ده لكن استفدت في الاخر ان انت ممكن تاكواير بزنس وفي واحد منهم يخيش مثلا اوت اوف نوير مش مش ب مش بايدك مم. كورونا ما حصلت في اه ازمه ثانيه حاجه أوه. ماركت تشينج برايس تشينج فبالتالي انت بتتعلم ازاي تعمل برايسنج على كل اندستري ازاي تعمل سورسنج من كانتريز مختلفه ازاي تديل مع سبلاير يعني تحافظ على البيزنس البيزنس اللي انت اشتريته كاش فلو بي ان ال. حاجات كتير جدا انت ما بينفعش تتعلمها بال بالهارد واي بتاعه ان انت يو ستارت ذا بزنس وعملته لكن لما بتعدي على ده في مختلفه يعني في اندستريز ممكن تسعر فيها 10 اكس في تانية لا هو الماركت سيت ااا تسعه ثلاثه اكس اربعه اكس اخرك فاهمني فانت بت... بتاعت بتاعتك في بزنس مختلفه وانا بنصح اي حد لو هتروح تشتري بزنس لازم تكون عملت البيزنس ده او اشتغلت فيه سغيرة. او عملت حاجه عشان تعرف تتكلم اللغه بتاعت البزنس يعني انت لو داخل النهارده اندستري جديده 100% وهتدخلها من من الجيت بتاعت ان انت تشتري بزنس ده صعب جدا لان انت مش هتتكلم نفس اللغه اللي الراجل اللي ده بيتكلمها ومش هتعرف تدير الموظفين بتوعه بنفس الطريقه يعني في باريرز كتيره جدا فاهمني لكن لو انا ببيع مثلا برودكت لتس على على امازون وفي الاخر انا عارف موردينه فين في انهي كانتري يعني مثلا هيلث اند بيوتي كل الناس بتسورس من الصين الصين مش احسن ماركت لكل حاجه لكن في كنترى معروفه في الكوزماتكس كوريا مثلا معروفه انها اكتر كنترى في الكوريان ميك اب مثلا حاجات ميد ان فرانس دايما في في العطور وفي الكوزماتكس ففي حاجات كتيره جدا كانت قوي مش لازم يعني مش لازم نسورس ارخص حاجه عادي جدا انا ممكن اسورس من بلد تانية ممكن اسورس من من امريكا وهي غاليه ولكن انا هكسب اكتر بكتير عشان ده ميد ان ميد يو اس اي وتشحن انت لو فاهم كلمه ميد يو اي دي أم. في منتج بيت... مم. ممكن تعمله هنا في مصر آه... بتقريبا بنفس تكلفته ان هو يجيبه لان الشحن تل هيدخل وبرير الجمارك عندنا صعبه ف... ف... فانت متخيل ان انت ممكن تصنع هنا بنفس الكوست اللي تدفعها جمرك ارضيات وشحن و... وهكذا ففي باريرز كتير قوي ممكن تعمل ده ده عكس مثلا السوق السعودي عكس السوق الامريكي يعني طرق الشحن انت بتشحن ال سي ال ولا اف سي ال ولا ولا فانت فاهم كويس شحن ولا لا فانت بتاخد من منتج لما تبتدي مثلا على امازون وانت مش فاهم شحن انت تخيل انت هتبتدي برودكت فروم سكراتش وعايز توصل ان انت مثلا البرودمنشن بتاعته صغيره وعايز توصل لتشحن تشحن اف سي ال اللي هو الفول كونتينر طب هتشحن الفول كونتينر ازاي وهو برودكت صغير فمعنى كده محتاج تبيع 50000 50, قطعه منه <applause> معهم يعني هتاخد كام سنه عشان توصل لده. لكن لو لو انت بتشحن مثلا لو انت بتبيع تيبل زي دي فانت تشحن آه هتشحن نفسها هتشحن نفسك على طول. فاهمني؟ فهو الموضوع ده مهم جدا وانا بقول ان لو لو مثلا يقال عن عن امازون او ان انت تدخل امازون ببودجت صغيره فانا لو انت هتروح تشتري بزنس امازون او غيره او اي كوم عامه لازم تبقى فاهم فاينانشال كويس جدا لازم تبقى فاهم برودكت في الاندستري هتشتري فيها كويس جدا uh, ولازم تبقى ش... فاهم ازاي تدير سبلاير هتدير تيم هتدير حاجه حي... فاهمني ففي سكيلز كتير قوي لازم تعدي وده اللي متقالش اونلاين اونلاين آه. لما حد يقولك لك حاجه وده حتى في الشراء اونلاين ما حدش بيقول الباريرز دي هتبقى عامله ازاي ف وبرده انت بتشتري بيزنس عشان تسكيل عشان تاخد فلوسك بشكل ما احسن فلازم لازم تبقى عامل حسابك ان انت حاجه من اللي انت هتشتريها هتستك والماركت هتتغير أه حاجه منهم هت هت هتنفع في حاجه تانية ال... ال... لازم تروح مثلا يعني ما, ما اعتقدش ان حد بيكون شغال في ال... في سكيل كبير ومكونش مثلا زار الكانتري اللي هو بيصنع فيها او زار السبلاير فعارف ازاي تحسن علاقتك بالسبلاير عارف يعني ايه تعمل بلان ستوك لسنه تمد ديل مع سابلاير وانت برودكت أنا... يعني في... فعلا في برودكت من البرودكتس اللي اشتغلنا فيها كان يعني حسنا الباكجينج وحسنا البرودكت بتاعه مثلا ملي بقى بقى اكتر مثلا 20 المية وعملنا كل ده وبدل ما كنا بناخده مثلا بدولار 70 بقى بناخده بدولار 40 يعني اي اي منطق بيقول ان انا طالما هحسن هدفع اكتر احنا حسنا ودفعنا اقل بس هي ليها فورمولا فانت لو عارف ده وعندك اكسبيرينس في زي التهندل سبلاير خلاص هتبقى فاهم ده وتبقى عندك you are willing to invest في ده صح. انت هتتكلف طياره واقامه و عشان تحسن موقعك بالسبلاير بس هتتفاجئ ان انت you will مثلا 3 أربعة آلاف دولار بس هتوفر على السنه عشرين الف دولار ف فهي ال... ده, ده اللي انا اقدر اقوله يعني من ناحيه انا ازاي ابتديت و... وايه اللي انت you should قبل ما تدخل ال... الاندستري او إنك تشتري business او انك تبقى بيت اكواير سمول بزنس يعني في الـ في الايكوميرس e تحديدا انا عايز اعرف بقى انت كابراهيم ازاي دخلت المجال بتاع الايكوميرس e او وصلت للبوينت اللي انت واقف عليها ان انت ما شاء الله عندك نجاحات كتيره في الدروب شيبنج اوكي أه انا يعني ابتديت دخلت شويه من حته في في المجال أه ابتديت بانه انا بـ بـ بأكتب كونتنت الكونتنت ده المفروض ان هو موجه للاودينس الاودينس دول بعد كده بالمونتايز فابتديت اقول طب احنا هاو تو من الكونتنت اللي احنا بنعمله ده فلما ابتديت اشتغل على الحته دي لقيت فيها شغفي حسيت ان انا بقت فيها فاليو Uh, فابتدى حتى البزنس اللي انا موجود فيه ساعتها قال لك خلاص ابراهيم يشتغل في اللاين بتاع الكوميرشال ويبتدي uh, يحط هو الاستراتيجي ال, بتاعتنا يعمل بلاننج ونشوف احنا عايزين نبيع لتس سي الكوارتر الجاي مثلا بنص مليون دولار طيب يلا اعمل الكوميرشال بلان بتاعتك وشوف احنا محتاجين بادجت ليها عامله ازاي ومحتاجين نعمل كمان الكونتنت بلان شكلها عامل ازاي متوجه بشكل عامل ازاي عشان uh, تخدم الحته دي ومن هنا بقى يعني اشتغلنا حوالي تو كوارترز على الكلام ده بقى تشيف الحمد لله ابتدينا نخش بقى فكره طب ما يلا نلونش براندز وكانت هنا انه انا دايما بنصح اي حد داخل دروب شيبنج هو ما ينفعش يجيت stuck في الدروب شيبنج هو لازم الدروب شيبنج ده يبقى بالنسبه له مرحله ياخدها للنكست ليفل اللي هي الوايت ليبل والوايت ليبل كمان ما يبقاش بالنسبه له هو اللي بيجيت ستاك فيه هو يجيت ستاك بقى في البرايفت ليبل لو ناوي يكمل مع البراند ده مش زي ما وي منشند ان انت بتعمل سكسي بزنس عشان تبيعه مثلا وانا برضو وجهه نظري انه انت في اي براند يور uh, بيلدينج لازم تبقى بتفكر في الاكزيت لان انت لو مش بتبلد براند سكسي انف او او بيبيع uh, يتباع كبزنس فانت بتعمل حاجه غلط يعني لو في الاخر محدش حدش ويلنج انه ينفست في الفلوس فلوس في البزنس ده غيرك انت في هنا حاجه غلط بتعملها محتاج تريفز برضه فرجوعا بقى للحته دي احنا ابتدينا خلاص نقول طب احنا بقى عندنا اكسبيرينس في النيتش ده اه نطلع منه كذا كذا بزنس طيب كذا براند اه نمونتايز بكل الطرق الممكنه كان كان في بيج هوبس بصراحه على البراند ده بس ساعتها حصلت كورونا وابتدت تتقطع السبلاي تشين فابتديت شويه انقل بقى انا كل ده كان على الماركت الامريكي الاكسبيرينس اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها ففي الفتره اللي هي بتاعت السبلاي تشين لما اتقطعت الكورونا اه السنه بتاعت الكورونا ديت ابتديت بقى لازم الجا للوك ماركت بس ما اشتغلتش في مصر اشتغلت في الخليج في الخليج برضه ابتديت اشتغل مع كذا كلاينت ومع كذا ايجنسي ومع كذا كوربريت آه واتفاجئت بقى ساعتها لما جيت الخليج انه الموضوع لسه very promising هنا الدروب شيبنج آه شويه هاو وكمان اللي كانت عندي في جايه من الماركت الامريكي لا الماركت الامريكي دايما فيه بيج بلايرز كلهم فاي حد بيتعلم لازم يشتغل في الماركت الامريكي لانه هو بالنسبه له هيبقى ال المتوسط الحاجات اللي بيتعلمها في اليوم هناك ممكن تبقى شهر هنا في في المنطقه عندنا لسه احنا بيهاين شويه في الحته دي فبالتالي ابتديت ابص انه الاستراتيجيز اللي احنا كنا بنطبقها هناك لسه اول ناس تلونش هنا او اول ناس تطبقها هنا التايب حتى في برودكتس الطريقه اللي انت ممكن تلونش بيها او كده لقينا الحاجات دي كلها لسه بلو اوشن ابتديت اشتغل مع كذا براند حتى منهم حد هو متخصص في حته الدروب شيبنج بالذات جنريتد ارقام مرعبه يعني ممكن أكتر من مية مليون دولار في السنه مبيعات فلا الموضوع فيه في في يعني اللي بيتكلم على ان الدروب شيبينج ازداد لا الارقام اللي انا شفتها في البيزنسز اللي انا مانجد او اشتغلت فيها او شاركت في جزء منها بيقول لا هو ابعد ما يكون على انه ده بالعكس هو بيديك بوتينشل لو انت بقى طلعت منه وايت ليبل او برايفت ليبل ليتر اون انت ممكن تكون بتبيع فيه بكام يعني انا انا في مسيرتي مثلا قول اشتغلت على اشتغلت برضو على 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 اس كيوز كتير يعني مش بتكلم على الفاريشنز بتاعة الاس كيوز انا بتكلم على البيرنت اس كيو هنا اللي هو المين اللي ممكن يطلع بقى منه 20 30 فاريشن اعدل 5 6000 منتج ففكره ان انا اي لونش اكتر من اصلا الرقم 5 6000 ده رقم لوحده مرعب يعني لو هو فعلا دروب شيبنج ازداد ما كنتش هوصل للرقم بتاع حتى 10% من ده ان احنا بناخد انسايتس من حتى من 500 خلاص ما كان زمان وقفت من بدري يعني فلا ده بيقول انه في بوتنشال وانه لسه في بلو اوشن في المنطقه وحتى ايفن كمان في افريقيا مثلا افريقيا لسه من الحاجات اللي محدش بيلعب فيها دروب شيبنج كتير مفيش دايما الدروب شيبنج يبقى امتى كمان فرصه دي اتعلمتها لما يكون في بارير من الـ من الـ من السايكل بتاعته يعني مثلا نخلي انه الفونل سهل قوي في امريكا انت هتخش تطلب المنتج من هنا العميل هنا الاوردر بيوصل من غير ما انت ما تتعب نفسك شركات الشحن مظبطه الاوردر بري بيد مش عارف ايه تيجي تنزل المنطقة هنا تيجي تبص أول حاجة أصلا ده سي دي أول تشالنج طب إزاي هتشتغل بقى سي عشان ما تبقاش خسران فالطريقة اللي هتسعر بيها والطريقة اللي هتبيع بيها والطريقة اللي هتحصل بيها فلوسك وتعلي الدليفري ال مع فتشتغل مع شركات مش عارف فالتشالنجز دي بتخلي إنه في بارير تو إنتر البزنس ده فبالتالي بتلاقي إن الموضوع مثمر فلو أنت جيت بقى بليرنينج كيرف محترم مثلا من فانل في امريكا بتاع الدروب شيبنج برودكت كان بيكسبك مثلا ليتس سي في الشهر 10% اوت اوف الريفينيو في الاخر فليتس سي انت بتجنريت منه 10000 دولار في الشهر انت بتكسب 1000 دولار تقدر تاخد نفس البرودكت ده وتطبقه في طيب دوله افريقيه يعني هنا اه وتكسب 9000 بقى دولار وال1000 ده بس هو خلاص يبقى الكوست بتاعتك هي اللي انت خلاص عارفها اوريدي فبالتالي لا لما يبقى فيه بلو بلو اوشن او او نيو ماركت ما تخافش منه ده بالعكس انت اعتبرها opportunity لانك تطبق learnings بتاعتك وان انت تاخدها next ليفل او تجنريت من وراها لان زي ما قلت احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا والارقام دي نقطه في بحر الاي كوميرس كمان فلو احنا بنتكلم على دولة تقدر تبيع فيها ب 100 مليون دولار انت متاكد ان الدولة دي بتبيع اصلا اونلاين حجم الترانزاكشنز كاسر المليارات فبالتالي انت في الاول وفي الاخر ايه واخد 5% من الماركت ده بالعكس احنا مكان في 1% في من الماركت كمان دلوقتي فبالتالي لا انت لسه ده ده اول حاجة دي اول ستيب فانا وجهة نظري انه لا الدروب شيبنج لسه عايش احنا هنيجي للحتة دي كمان شوية برضه حلو في تعليق دايما بشوفه عند كل الناس اللي بتنزل محتوى على اليوتيوب آه، انت طيب انت طالع بتشرح امازون ما هي لو امازون اصلا بتكسبك وبتعمل منها ارباح كويسة ليه بتنزل يوتيوب وبتستفيد من مشاهدات اليوتيوب انا السؤال ده انا عازر فعلا في ناس لان في ناس او صناع محتوى البزنس الحقيقي بتاعهم هو الفيديوهات والكورسات فهل انت شايف يا احمد ان التجارة الالكترونية وخلينا نتكلم مثلا على امازون عشان دي الحاجة اللي انت بتشتغل فيها هل انت شايف ان النجاح على امازون سهل زي ما معظم الفيديوهات بتقول بتلاقي مثلا فيديو ابتدي امازون ب 200 300 دولار فهل انت شايف ان هي بالسهوله دي وبتحتاج راس مال قليل زي ما الناس بتقول ولا لا؟ لا لا خطر جدا بالعكس انا بشوف انه من الحاجات اللي بتحتاج بادجت ضخمه والتشالنجز بتاعتها بتحتاج قدرات عاليه في انها ان يعني انت عشان تاخد البيزنس للنكست ليفل بتحتاج تنفست اكتر من من ارقام كبيره قوي يعني انا ما برشحش مثلا حد يبتدي الاندستري ديت وهو معاه فلوس اقل من 10 ألف دولار انا بشوف ده المينيموم اصلا اي حد يبتدي ده ولان هو بيبتدي تجاره مش بيبتدي يعني بيع على امازون هو ما هو لا تشانل من التجاره الالكترونيه اللي هي بتحتاج بادجت كبيره جدا واللي فيها خساير يعني 60 70% انت هتخسر صح 30 ممكن تكسر. نسبه كبيره جدا اصلا من الناس اللي بتبتدي على امازون شفت الاحصائيه دي لا نسبه كبيره جدا بيخسروا من اول سنه في 90% اللي انا فاكره يعني صح 90% بيخسروا حته ان انت تشتري بزنس جاهز دي حته جديده تماما ومفيش زي ما قلت ريسورسز او كونتنت عنها فعايزك تقول لي ايه الاكسبيرينس او ايه الخطوات اللي انت عملتها عشان توصل للليفل ان انا اشتري بزنس هو ما, وزن... ما بينفعش تبتدي بيها اصلا ما بينفعش نبتدي بده يعني انا مش بفضلش ان انت لو هتشتري بزنس انك ما تشتغلش قبل كده امازون بشتغل شغل كده e-commerce، ماشتغلتش قبل كده advertising، يعني احنا نقدر نقول لو احنا هنبتدي، هنبتدي في إن أنا individual بشتغل مثلا أمازون بشتغل e-commerce بشكل عام، باخد experience كبيرة فيها، آه بعدي على الدروب شيبنج بعدي على كل الاكسبيرينس دي، and then ده the model آه أنا بشوفه باختصر الوقت لو أنت معاك budget، يعني آه أنت عشان تطلع بكم منتجات ناجحة ممكن ت مثلا من وقتك سنه سنه وشويه لان الحاجات يعني اللي ما بيتقالش يعني مم. في الكورس ان الحاجات تاخد وقت كبير عندي بقى اسئله للبوينت آه دي دي كبير جدا مم. فهي الحاجات انا بشوف ان في هاب بادجت تقدر تخسر وقت كتير جدا يعني تقدر الصبح يكون دخلك لتس مثلا في رينج ال 1500 دولار أوكي. نت في الشهر اوكي ان انت بتبتدي من فروم سكراتش وعايز توصل لده فال... هتاخد وقت الوقت, الوقت طبعًا. مختلف تماما طبعًا. عن عن فكره ان انت يو هاف بادجت وحتى لو هتاخد بادجت دي ستارت يعني انت هتبقى ممكن تكون تفضل ان انت تبتدي فروم سكراتش للبرودكتس بس انا بشوف ان ده صعب وقت صعب كوقت كتير صعب. جدا لكن لو انت فيها هاف بادجت ولسه هتعمل دروب شيبنج او لا انا شايف ان الموديل ان انت تاخد بزنس لان مش كل الناس عندها بادجت سكيل تقدر تاخد حاجه ناجحه وتسكيلت يعني أوكي. تسكيلت مش لازم بسرعه لكن لا انت دلوقتي بتختصر مراحل كتير قوي وبتسهل عليك انا شايف كده ف... طيب ايه الستبس يعني انت دلوقتي عايز تشتري بزنس ازاي اصلا توصل للسيلرز اللي عايزين يبيعوا البيزنس بتاعهم في ويب سايتس يعني الموضوع, الموضوع هنا عندنا في المطالع العربيه صعب شويه لان حتى لو انت عن عايز تشتري بزنس اونلاين بزنس شغال ففي صعوبه يعني هتجيبه منين لازم تكون صح. في عندك معرفه الضمانات ان ما يحصلش أو... حاجه و... وارقام البيزنس ده ب... بره مفيش ده بره في بلاتفورمز كتيره كمان مش 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 بلاتفورم واحده يمكن في حاجات قويه وممكن اقول اسماء صح. يعني بره فليبر بالنسبه لي ايه اقوى واحده فيهم وعليها مئات البيزنس اللي ينفع تشتريها وب... وماجن ان في بزنسز عليها اكونت امازون مثلا بي بيتباع ب 6 و7 مليون دولار ف أوه. ف... أوه. ف ليه ليه يعني ليه هو بيكزيت او ليه لي حد ليه حد يجي ليه ليه اكزت طالما البيزنس شغال وبيجيب لي ربح مش بالضروره بقى ان هو يكون عشان بيكسب ان انا ما بيعوش في ناس بتبقى الموديل بتاعها ان انا استارت بزنس وكبره وابيعه صح. و ان يعني ناس شاطره زي كده بتقدر تستارت بزنس كتيره فبالتالي يستارت يوصل لمرحله معينه من النجاح يبيع وهكذا. ففي ناس تانيه بتضطر تهاجر في ناس تانيه تضطر انها لا انا هسيب الاندستري دي في حد ليترلي قابلت حد كان عايز يشتري بيت بس قرر يبيع الـ الـ البزنس عشان يديله كاش فلو هو عنده اكتر من بزنس فقرر يبيع واحد في حد كان بيبيع ليستنج يعني فهي عشان الاندستري هناك سهل ان هو يبيع ما انا على فكره هو بيبيع الموضوع مربح جدا تخيل انت هتكاش اوت ثلاث آه سنين قدام بروفيت فاصلا انت ممكن تكاش اوت يعني اف you find opportunity احلى بالبزنس بتاعك تقدر انت آه عارف تعملها ازاي بس ما عندكش كاش فتقوم بايع البزنس بتاعك بثلاث اربع سنين ربح قدام وتاخدها تبتدي بزنس جديد ها. تبتدي براس مال كبير و... وتحط بقى الباقي العربيه حلوه و... وبيت حلو <applause> <applause> وجزء تاني اللي خلاك توصل من ان انت بتستارت بزنس وخلاك توصل للمرحله الاخيره انك تبيع البيزنس جيت اديتك فلوس عشر اضعاف الفلوس اللي انت ابتديت بيها هتعرف تعمل بيزنس تاني بالظبط بالظبط و... وتجين فعلا بتجين الاكزيت exit... اي حد بيبتدي بزنس اعتقد ان هو لازم يكون حاطط موديل هو انا ازاي اكزيت لان انت بتكسب اكسبيرينس كبيره جدا تخليك تبتدي بزنس تاني اسهل والتالت اسهل وهكذا فبالتالي انا شايف ان الموضوع سواء دروب شيبنج سواء امازون سواء وات ايفر بس الفكره بس انت هيكون تكون عندك اكسبيرينس ويمكن ممكن نتكلم في البور في البار دوت لما نتكلم على البلو برنت وانت ازاي تعمل الموضوع ده بطريقه سهله بس انا بقول ان الطريقه دي بتاعت حد معاه هاي بادجت طيب انا عندي سؤال هنا معلش انت دلوقتي اشتريت بزنس تمام <applause> البيزنس مثلا بيحقق مبيعات في السنه بمليون دولار ازاي انت كمشتري تحافظ ان البيزنس ده مش هقول تسكيل البيزنس لا تحافظ ان هو يعمل نفس الارقام اللي كان بيعملها زمان لان دلوقتي اللي مشغل البيزنس ما بقاش موجود فازاي تحافظ على الطريقه او طريقه مثلا اعلانات طريقه الموردين انك تخلي البيزنس ما يتاثرش بحاجه زي كده آه بص هو ده برضو مرتبط بالسؤال اللي انت كنت بتساله من شويه هو انا ازاي اصلا مش بيزنس ففي آه البلاتفورمز بره بتنشور ان انت تشير كل حاجه بتاخد البزنس بتاعه بالموردين لو انت عايز تاخد لو هو في موظفين بتاخدهم آه بتاخده بكل حاجه بس انت بتريبليس الاونر فانت اتس نوت روكت ساينس يعني في الاخر هو في سبلاير بتخزن مثلا سيف امازون عندك مخزن اتنين تلاته بره عندك ستوك بطريقه فلانيه والتولز موجوده يعني انت م... اولا هو السيلر يقدر يقول اللي هو عايزه وانت تقدر تفيرفاي بالطريقه اللي انت عايزها والبلاتفورم بتساعدك انت تفيرفاي <applause> آه وبتساعدك تاخد فلوسك منه بطريقه والترانزاكشن تتم بطريقه سيفتي ما يحصلش فيها اي مشاكل و وده مش بس امازون يعني اي اي بلاتفورم فهي هناك آه في... في امريكا واوروبا الموضوع اسهل من هنا عشان تشتري بزنس موجود كان عندنا هنا في المنطقه العربيه ما اعتقدش ان انا مر عليا ويب سايت بيعمل كده او بيساعدك انا <applause> ما شفتش حاجه في زي امبير فليبر او في موقع فليبر رغم ان في ناس كتير <applause> <اللي> عايز تبيع <بيها. تصفيق> يعني بس هي يعني لان الاكزت واحده من وانا اعرف ناس بتصرف شخصيه يعني عملوا اكزت برقام كويسه بنص مليون ومليون دولار في بزنسز مبنيه على دروب شيبنج مبنيه على ال... على ده آه، ولكن اعتقد الموضوع شويه هنا صعب يعني آه، ممكن ندردش اكتر هو انت ازاي تعمل ده بس رقم واحد if you have... لو انت عندكش خبره في ال... في الانستنت هتجوين ما عندكش كاش فده مش طريقه الأنسب طبعا مش هتكون انسب انت بتشتري بزنس اه, آه، ف... ولازم تدوره بالطريقه اللي... او احسن عشان يعني نقول لو انت لو هتشتريه هو هو الشخص اللي هيدوره هيبقى مشكله وعادي جدا هي نفس الريسك اللي انت بتاخده ان انت تلونش برودكت فانت فيها مثلا مثلا الف دولار هتشتري بزنس واحد اشتري اثنين يعني لان انت الانفيرمنت بتتغير كل يوم القصص بتتغير وهكذا فانت برضه ممكن توسع توزع, توزع البادج بتاعتك لو حصل حاجه يسند يسندها بالظبط يعني او تشتري بزنس مثلا عنده اكتر من منتج آه لو هو لو بيشتري صح صح عنده منتج واحد ف ماشي ان الحاجات اتغيرت و... انا و... بشوف ان يعني انا حتى بطريقتي ما ينفعش ابدا البيزنس يعتمد على منتج واحد مفيش بيزنس شغال على منتج واحد لان انت مثلا انا عندي مثلا منتج من المنتجات انا شغال في الحاجات الديكور فبيجي مثلا الربع الاخير من السنه 11 12 ده بيبقى احلى فتره ليا بعدها الدنيا بتموت شويه فلو انا عندي منتج واحد التغيرات على مدار السنه هحس بيها صح. لكن لو عندي منتجين فعلا زي ما بتقول واحد هيشيل التاني بالظبط انا بقى بشوف ان اسهل برضه تشتري تاني ده <تصفيق> <تصفيق> احنا هنتكلم في الحته دي يعني بس بس ده ياكد يعني التو بوينتس اللي احمد اتكلم فيهم أو بوينت اللي هي بتاعه ان انت تروح تشتري اسهل عشان بدل ما تختصر تس... الوقت وكده ده بياكد هنا انه عشان تدخل على البيزنس ده انت محتاج كاش فلو كبير وتاني حاجه بقى بتاعت لما انت سالت قلت له هاو تو مينتين بقى السكس فيجرز اللي انت او كده ده بيقول ان انت لازم يكون عندك اكسبيرينس فهنا المعادله بتاعته ما فيش فيها اكسبيرينس بس من غير فلوس او ما فيش فيها كاش بس من غير فلوس اكسبيرينس فاللعنين... في, يعني... في يعني اكسبيرينس طبعا في, يعني ال... لما في, جديدة دي, دي. دي بالطريقه دي دي أسوأ حاجه ممكن تعملها في حياتك يعني هتقعد اللي... شويه تفجر اوت هي بتشتغل ازاي تجيب موردين منين شوية دول انت خسرت لك بالظبط بي صحيح. بيحصل مشاكل كتير قوي وبتقعد تدرس بقى ال... البرودكت بيتصنع ازاي بيتعمل ايه لان انت اي حد يعرف يعني ان السبلاير الصيني بيقولش لا يعني اي حاجه تقول له اعملها لي هعملها لك فانت ممكن تكون مش فاهم ان التغيير ده مثلا هيبوظ المنتج هيعمل حاجه انت بتتصور انه او ان هو هيقول لك لا ده خلي بالك هيبوظ المنتج مش هيقول لك انت عايزها كده اوكي حاضر حول لي كاش كذا اعمل ام او كيو بطريقه سهله عندهم <ممم> ممكن تكون مثلا هو في برودكت في تكنولوجي جديده طلعت في الحته دي بس هو مش لك عليها غير لما تساله عنها فانت مش عارف اللي انت مش عارفه فالموضوع صعب جدا لو انت مش عندك اكسبيرينس في الاندستري اللي انت تشتري فيه نوعيه البيزنس ده يعني أوكي. بس. اوكي طيب انا في حته بقى الدروب شيبنج انا حتى قلت في فيديو قبل كده انا مش بحب البيزنس موديل ده <applause> فهقول لك الاسباب بتاعتي وانت شغال في البيزنس موديل ده وط... يعني انا مؤمن ان في فلوس في كل حته مش معنى بقول ان الدروب شيبنج انا ما بحبوش ان هو ما فيهوش فلوس لا تقدر تعمل فلوس من الدروب شيبنج او تقدر تعمل فلوس من حته تانية ف انا ما بحبش الدروب شيبنج لان انت عندك فاكتورز كتيره محتاج ان انت تعملها يعني مثلا هنيجي اول خطوه خالص البرودكت ريسيرش او انك تدور على المنتج اللي انت عايز تبيعه انت على امازون انا افتح اي منتج عندي الادوات اللي تديني في ثانيه واحده المنتج ده بيبيع باكس اماونت في الشهر <تكلم> في الدروب شيبنج مفيش الحاجات دي يعني ما بتبقاش اكوريت 100% تاني نقطه مثلا نيجي على الويب سايت انت هتبلد الويب سايت طيب اللون بتاع الويب سايت يعني امازون مثلا الباك جراوند لونها ابيض طب انا في الدروب شيبنج مفيش تمبلت واضح فانت بتلعب في الحاجات دي فممكن مثلا اللون الاصفر اللي انت عملته يبقى وحش تلاقي العملاء مش حباه مع ان عندك منتج كويس جبت منتج كويس آه عملت ويب سايت تمام جينا بقى مثلا في حته الاعلانات طيب انا الشخص اللي داخل على الفيسبوك ده هو مش داخل عشان يشتري منتج هو داخل يضيع وقته ويشوف اخبار ويشوف اي حاجه فانك توقف العميل من هو بيعمل سكرول يشوف بس الاعلام بتاعك مم. بعد كده تقنعه ان كم هو يعمل كونفرجن ريت عندكم كام صح الكونفرجن كام؟ كام والله انت أشتغلت شطارتك توصل لحد كام ديفنتلي مش هيقارن بامازون لان امازون انت عندك اوريدي ورم اودينس هو جاي بيسيرش على السوليوشن اللي هو عايزه سي الرقم ما تخبيش حاجه كام في المية؟ <applause> يعني اكتر في 4% خش انت ب 25% على <applause> اه لا 4% ده ده نقفل البيزنس غريبة <applause> جدا يعني 4% ده يعني معنى ما كده الاكونت هيقفل يعني ايوه صح فاللي انا عايز اساله لك في عوامل كتير زي ما قلت لك متغيره انت امازون العوامل دي ثابته فازاي انت بتتحكم في العوامل دي عشان في الاخر تجيب عشر منتجات خمسه منهم يظبطوا وخمسه ما يظبطوش فانت الفورمولا بتاعت السكسس بتاعك بص هو الجري اريا ال اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الدروب شيبنج اللي موجوده دي هي احلى حاجه اصلا في الدروب شيبنج ليه؟ هي اللي بتخليك الاكسبيرينس بتاعتك اللي انا كنت لسه بتكلم عليها اللي هو انت عشان تدخل الدروب شيبنج لازم يكون عندك اكسبيرينس انا مش بقول لك لازم يكون عندك بادجت بس لازم يكون عندك اكسبيرينس لو انت تغاضيت عن فكره الاكسبيرينس دي هتبقى بتجوين الكلاب بتاع الناس اللي هي 99% اللي دخلوا جربوها اسبوع اسبوعين شهر شهرين على حسب نفسهم كان طويل لحد انهي ليفل وقال لك خلاص بقى دروب شيبنج از ديد و اتس نوت وركينج فور مي طب انت عمال تقول لي اكسبيرينس تو لي بتاعتك بقى 10 ما ينفعش <applause> كده حاضر هتطرق ليها عشان بس التلوس. انت عمال تقول للناس اكسبيرينس وتذلهم وانت ما قلتلناش انت <applause> اصلا اصلا الكوميدي في في دخولي للدروب شيبنج انا دخلت الدروب شيبنج وانا مش عارف ان انا داخل الدروب شيبنج يعني انا لما دخلت المجال عموما بتاع الماركتنج انا كنت كنت باك جراوند صحافه فانا كنت مين اه ليترلي يعني فكنت بشفت من من حته ان انت تبقى الصحافه الجاده دي و... وتكتب بقى عن الاخبار ومش عارف مين بيدب في مين والقصص اللي هي بتجيب اكتئاب دي بس فانا قلت لا مش هكمل حياتي كده انا ايه اروح حاجه لايت كده وبتاع ف... حد صديقة يعني عزيزة عليا كانت شغالة اوريدي في ايجنسي ماركتينج قالت لي طب ما حلو انت بتكتب حلو وكده واحنا عندنا بلوج لايت بيتكلم عن عن حاجات لايت وبتاع ما تيجي وشغال على امريكا وانت كده كده مش انترستد قوي في يعني انا كنت شغال ساعتها حتى في الصحافه كنت شغال في في وكالات انباء عالميه يعني دعوة قوي بمصر وكده بحاول ايه استاند شويه بعيد عن ال ما علينا فهي البوينت بقى بتاعت انه انت انترست في في الماركت بره فقلت لها اه جدا رحت كنت عادي بكتب كونتنت ماليش اي حاجه خالص بال ده سر من اللي ما كانش هيقوله ان هو ترافيك مجانا اه كنت لسه كنت لسه هقول لك ده ليه معنى انا ليه بقول لك اكسبيرينس بقى انا انا دخلت السلم زي ما قلت من شويه انت محتاج تمشي في السلم في كذا حاجه فانا دخلت في حته هي كانت مفيدة للبزنس بس انا ما كنتش اعرف ايه البيزنس موديل ولا هي ليه مفيدة للبزنس فكانت الحتة دي اللي هو بيتكلم عليها نجار بتاعة الترافيك انا بحط قدام الاودينس الكونتنت اللي هو بيكونسيوم فمين الاودينس بتوعي؟ الاودينس بتوعي دول اللي انا هبيع لهم البرودكت ليتر اون فبالتالي انا بحاول ابلد قاعدة جماهيرية من ناس تبقى انترستد في الحاجة اللي انا هبيعها لهم ليتر قدام فبالتالي ده ده كايند اوف دروب شيبنج بس هو تعتبر كانك بتبلد فرونت براند الفرونت براند ده هو بيثق يعني انفستمنت وكونتنت ووقت اهو اه بالظبط كده ما ده كان فاتوره على صاحب الشغل ماليش <applause> دعوه <عارف. تصفيق> بس اللي اقصده ان انا اتعلمت من هنا بان انا دخلت من حته ان انا ادرايف ترافيك بطريقه او باخرى فعشان كده انا بقول حتى لو حد حابب يبتدي في حته الدروب شيبنج هو ممكن يشغل باله اكتر من البرودكت هاجي لك ليتر اون ازاي تستاند اوت في حته البرودكت بس اشغل بالك اكتر من البرودكت بالترافيك انت هتعرف توصل لاني ترافيك وهتوصله ازاي وهيكلفك ايه واللايف تايم فاليو بتاعته عامله ازاي انت الواحد اللي هيجي لك ده هيشتمك في الكومنتس اول ما يسهل في الايتم فتبقى انت دروب شيبر سبامر زي الناس <applause> اللي كده ولا هو هيرجع لك تاني بنسبه ريتنشن 30 40% فيبقى انت عندك سوليد براند 25% <applause> في عشان تزعلوش لو قلنا تنحى الرقم هي <applause> آه يعني اكتر من كده هقول لك ما بيرجعوش بس <applause> لا لا بس اكشلي انت ممكن تبلد براند زي امازون بالظبط لانه في الاول وفي الاخر امازون هو تشانل لو حد جربك كويس وانت عامل الفانل بتاعتك صح في امازون هيرجع لك نسبه 30 40% دي وكذلك في شوبي فاي برضو لو انا ليه قلت شوبي فاي عشان هي البلاتفورم المفضل يعني عند دروب شيبرز الناس هترجع لك برضه بنسبه 30 40% وهنا بقى كمان انت عندك ايدج بتاع انه يو جراب زر ايميل فانت عارف انت هتوصله ازاي دي ميزه انت مهمة. مش عارفها في امازون دي دي قاتله ف... مش عارف عليها بالظبط كده فانت مش عارف انت بتبيع لمين انا هنا عارف انا ببيع لمين وممكن اكريت لي بورتفوليو ب... عندي وابعت له بقى كونتنت اكيب اكيب, أكيب هوم وورم والجو ده كله فبالتالي الميزه في ان انت تدرايف ترافيك هنا او تفهم الترافيك او البيهيفير بتاعه انت هتبقى عارف ايه السوليوشنز بتاعته اللي انت هتحلها له ليتر اون فعشان كده اي حد دايما يقول لي ايه البرودكت الناجح او كده اقول له هي ما بتتحسبش كده صاحبي <applause> انت بتروح بتبتدي تشوف نيتش معين انت النيتش ده تعرف توصل للأودينس بتوعه بطريقه انا افضل تكون طريقه فري بيزد على بس وقتك الانفستمنت اللي انت هتعمله هو وقتك اللي تملكه دلوقتي هتنزل فيديوز على التيك توك مثلا اورجانيك مثلا وهنتطرق ل يعني اصلا انا دخلت في 2017 2017 كان ساعتها فيسبوك كان هو الطفره بتاعه الدروب شيبنج هو اللي عمل الدروب شيبينج وكان الجروبس ساعتها كان بيسبورت قوي الكوميونيتيز وحتى كان عايز يبلد حتى حته كوميونيتي كده زي تويتر وكده وبتاع فشل فيها طبعا والدنيا اختلفت بس ساعتها كان اولموست جروبس ريتش 80% فانت لو عملت ايديا مثلا معينه وابتديت تقدم لناس فاليو وتجرب الناس دي هم بيكونسيوموا بشكل مرعب فبالتالي الكلام ده موجود على تيك توك دلوقتي ف... فليترلي الاوبرتيونتي بتاعت 2017 اللي انا جويند عليها موجوده حاليا وتقدر تجوين عليها في كذا ماركت وكمان بقى ايه بقى في تطور او ديفلوبمنت حصل وطفره بعد كورونا لما الدنيا كلها شفنا كورونا أو, او احنا كلنا قاعدين هنا بسبب كورونا يعني صح لا لا من بدري شويه انا اتولدت في الكورونا صراحة احنا الفكره في انه كورونا طورت قوي يعني هو كان كان كورونا اصلا البيج تشالنج السبلاي تشين السبلاي تشين فجاه قطعت الناس ماشي هتعرف تصنع طب طب بس طب هودي الحاجه دي فين طب هجيب خامات منين طب طب طب, طب. فبالتالي التشالنجز دي كلها لما ابتدت الناس تاوفر كم فالكوكب بقى ويل ديفلوبد قوي في الحته بتاعت السبلاي تشين دي وبالتالي بقى خلاص انا بقول دايما انه دلوقتي التشالنج ان انت تعرف تجيب ترافيك مش انك تعرف تجيب برودكت انت لاقي نيتش كويس النيتش ده تفهم قوي الاودينس بتوعه عشان في الاول وفي الاخر انت دلوقتي بتقنع الناس اللي في النيتش ده ان هم يطلعوا فلوس من جيبهم يقول لك خد خد فلوسي وهات لي السولوشن بتاعي ايا كان بقى السولوشن ده ديجيتال ولا هتبعت له برودكت او ايا كان السيناريو اللي هتمشي فيه بيزد على السيرش بتاعك والاكسبيرينس بتاعتك هتعرف في الاخر ت اوفر اوفر كام الاوبستكلز اللي هتقابلك وتكومبيت بقى مع بلاتفورم مثلا زي امازون انا انا كمواطن مصري هنا انا ممكن ما اكونش عندي الاكسبيرينس مثلا بتاعت المواطن الامريكي لو انا بتارجت الامريكي صح. فالامريكي ده بالنسبه له امازون هو اصلا اللي بيسيرش عليه عشان يعرف البرودكت ده ايه يعني لو انت جيت قلت لي البرودكت ده ب 100 هروح اتاكد هو على امازون بكام صح. فبالتالي انا لو رايح ابيع في امريكا لازم ابقى كويس ان انا البرودكت بتاعي ده لازم يكون بيبيت البرودكت اللي موجود على امازون عشان هو في الاخر انا هبقى بورما بالاودينس وببيع على الناس اللي على امازون شفت اي خدعه <applause> لو انا ما عنديش اكسبيرينس هروح ارمي له برودكت في وشه هيقول ايه ده الله حلو قوي البرودكت اللي ظهر لي ب 50 دولار ده اما اجيبه ب 12 دولار من, من, على امازون بس كده <applause> خلصت ويشتري من عندنا حلو ف... قوي هو اصلا آه عميل امازون كتبه. يعني عميل امازون مش الاي كلاس ولا اللكجري خالص لا انا يأ... في جزء كبير بس الماجوريتي انا بسميه ان هو عميل آه سوق الجمعه تمام بمعنى اصح ان هو هيدخل شاف ال... يعني عشان الحته اللي انت قلتها دي انا شفتها شفت منتج طالع ترند م. على التيك توك تمام ومنتج حد بيبيعه على التيك توك آه واحده في الكومنتس قالت ايه ايه ده انا دخلت على الويب سايت لقيته ب 50 دولار انا 100% شور ان انا هدخل على امازون هلاقيه يعني ماكسيمم 25 دولار صح صح فهي العميل بتاع امازون هو عشان كده تلاقي لو انت بتنافس وبتبيع انا ببيع ب 20 دولار وانت المنافس بتاعي لو انت فجاه خليتها ب 15 دولار انت خدت السيلز كلها مني ما دي بقى من الحاجات اللي ممكن تحصل بكره حتى صح. لو بزنس اشتريته او حتى لو انت البيزنس بتاعك بيبيع على امازون انا يعني انا رغم ان انا جزء من شغلي في امازون ولكن انا مش بفضل امازون قوي كان هو يكون هو الاونلي تشانل بتاعتك لان احنا احنا كلنا على الشلف صح احنا كلنا على الشلف ان الكومبيتيشن سعر فعلا انا شايف إن, ان من الحاجات العيوب في امازون شويه وهنتطرق ليها ان هي ليها حلول ان هي امازون هي فيري كومبيتيتيف ماركت بليس تمام يعني انت مثلا في الشوبيفاي انت لوحدك فلو عرفت انك تجيب العميل اصلا انت هو شايفك انت ياخدوا جوه الويب سايت ويزنقوا يبيعوا صح <تصفيق> ايوه اتس <applause> يور <applause> <applause> لكن لو انت على امازون لا هي امازون فعلا فيها منافسه كبيره جدا وانا شايف ان انت اللي بتختار تدخل في منتج فيه منافسه او تدخل في منتج ما فيهوش منافسه أه انا شايف تدخل فيه في منافسه وفي بيع احسن يعني انت دلوقتي عندك تارجت توصل برودكتس كتيره و... وانت تقدر تكمبيت على الشلف بس لو انت عندك نفس البوينت هرجع تاني نقعد نكرر نفس الكلام انت عندك اكسبيرينس في, ال... في الاندستري دي يعني مثلا مثلا تسي ان انت ابتديت منتج في كنا بنتكلم على مثلا الهوم ديكور انت ماشي. عارف suppliers في الحته دي او مثلا في الكيتشن او في الكترونكس انت عارف سبلايرز وجربت الموضوع ده وصلت لحد expert او مصنع كويس او او ففي اللقطه دي انت تقدر تروح تشتري برودكت وتكسب منه بسهوله انت عارف سبلايرز عارف اللغه اللي بيتكلم بيها السبلاير انت عارف السايكل كله بالظبط فتقدر هنا تسرع الموضوع وتجرب لو انت هتروح تشتري حاجه في الالكترونكس وانت ما حاجه في الالكترونكس فهتتفاجئ ان في شهادات على المنتج ده لازم ياخدها صح. آه لازم عشان هم تشحنها على الطريقه لازم اصلا ال... ده السيلر ممكن مش يقولها لك هو بيبيع اه في خبايا طبعا مش هيقول لك مثلا ان في نسبه معينه من الحاجات ال. البايظه يعني لازم تتفق معاه على المصنع ولو هي اكتر من كده بترجع البضاعه او او, أو حتى لو شحن لك يعني هو خلاص برضك المضاعف بلدك وبايظه بيعوضك عن ده وبيبعت لك غيرها وهكذا فكل الحاجات دي لو انت بره الاندستري مش هتعرفها فبالتالي لا اه امازون كومباتيف جدا ليها حلول ولكن انا بفضل ان امازون ما تكونش يور اونلي تشانل اللي بتبيع بيها انا شايف ان انت تكون عندك ويب سايت تكون بتبيع على تانية وهكذا لان امازون اتس ماني ماشين صحيح صح, صح. ولكن هي في حاجة كتير قوي بتاخدها منك زي الاودينس mm اللي هو بياخدهم وعنده الايميل وعنده عمولات كتير اه لكن انت هنا عشان امازون بالمناسبه طلعت تولز ده تحل ان انت تروح ت... تريتش اوت الكاستمرز يعني وهكذا بس كل حاجه بيد في الاخر <مليئة> بت... يعني بتيجي تاجت الكاستمر تاني وهكذا تعرف عندك ريتنشن ريت قد ايه وكل حاجه بس كل حاجه انت بتعملها على امازون لان دولت عملاء امازون مش عملاء صح بص انا شايف في الحته دي يمكن الميزه في الدروب شيبينج اللي يمكن احسدهم عليها ان انت على امازون زي ما انت قلت هي ماني ميكنج ماشين تقدر تعمل فلوس على امازون اه اكتر من دروب شيبينج بس تقدر تبلد ابراند على امازون لو انت دلوقتي مثلا بتعمل عندك بزنس على امازون بيعمل الف دولار في السنه وبتعمل ربح كويس بس هل تقدر تبني براند لا لكن ممكن واحد بيعمل في الدروب شيبينج خمسين ألف دولار في السنة بس يقدر ان هو يبلد براند لان انت امازون آه ودي من المشاكل الصراحة مش بتخليك تتواصل مع العميل بشكل مباشر سواء بقى ان انت تطلب منه ريفيو تطلب منه تعمل ري تاني يمكن في حاجات اه طلعت الفترة اللي فاتت بس انا في حد واحد في حد قالها لي ان انت لو معاك مئة ايميل للعملاء كل ايميل فيهم يسوى دولار لان ال ايميل دول لو بعت لهم ان انا نزلت منتج جديد خمسه هيشتروا خاصه انت انت كسبت من غير ما تصرف تاني انت عندك اوريدي الاودينس بتاعتك فانت هنا بنيت براند فالحته دي بتكون صعبه شويه على امازون صح يعني تقريبا احنا لاحظت يعني مثلا الكونفرجن ريت بتاع الايميل ماركتنج ممكن اقل حاجه هيبقى 8% فانت زي ما انت ما قلت لو عندك 100 ف... فده معناها 8 بيرتشس حصلوا لو انت بتلونش نيو برودكت صح من غير مصرف اعلانات ده هو العمل عندي بلس هم بيساعدوك كمان بانك تقدر تاخد فيدباك منهم يساعدوك في الديفلوبنج بتاع البرودكت وده بقى اشتري بزنس واعمل له بره برضه الفيدباك بص يعني هو في الدروب شيبنج الفيدباك يجيله عشان يحسن المنتج، لكن انت الفيدباك هيجي لك هيدي لك نيجاتيف يقفل في لك و... لا <applause> <applause> لا بس <applause> أنت, انت لو عندك ويب سايت يعني انت لو انت عندك بيزنس على امازون وعندك ويب سايت آه وبتكتب مثلا ال... 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 الويب سايت بتاعك على البرودكت او على الانسيرت او حاجه الكاستمر بيريتش اوت يعني في كاستمر في كانت بتريتش اوت مي ان انا اشتريت منك على امازون وما جاليش المنتج، المنتج اتاخر انا كنتش عارف ان امازون اتاخر <applause> يعني ما بتابعش ده لكن لان مش بروسس مش زي الاي كوم برودكت او اي كوميرس ويب سايت فانت عارف البرودكت ده حصل له تشيك اوت وصل ولا لا والسايكل المختلفه يعني الكوميونيكيشن شانل مفتوحه رايحه جايه ما بينك وما بين انا ولكلون. انا صحيح اه يعني ام على على امازون بشكل ما او لكن أأنا... انا انا ابتديت شغلي بعيد خالص عن امازون فبالتالي شايف برضو المساوئ بتاعه البلاتفورم عشان كده انا بحس ان انت لو انت بتنفست في البلاتفورم انت لازم تستثمر فيها ان انت بت يعني انا شايفها ريسيرش تول شويه لان انا لما ادخل مثلا بلد زي امريكا والاقي شانل بيحصل عليها 50% من البريشز بتحصل في البلد اللي هي اكبر اي كانتري في العالم فبالتالي طب انا انا عندي ريسيرش تول مش طبيعيه ودلوقتي حصل شويه جلوبلايزيشن للنيدز فتخيل انت لو نجحت في اي برودكت في امريكا ينفع تاخد البرودكت ده وتري لونش في ماركتس كتير جدا طبعا. فبالتالي انت عندك ماركت ريسيرش تول تقول لك كام حد انترست بالبرودكت ده ومشاكله ايه وكل كل التفاصيل بتاعته فانت كنت تتكلم على فكره ان انا لا ما اقدرش براند على امازون انا شايف امازون لو انت استخدمت البلاتفورم صح هتقدر تساعدك تبني براند ولكن ديفنتلي ما تنفعش تبقى براند وتبقى بس اونلي على امازون وبرده الهاجس بتاع ان امازون بتاخد البرودكت بتاعك وتبيعه و... احنا شفنا برودكتس كتير جدا طلعت على امازون يعني ستارتد ان امازون برودكت وامازون نفسها م... م... يعني مش قلدتها بالعكس ده هم خدوه خلوه امازون ميرشنت وبقى يشتروا منه البضاعه يعني احنا بن... بنقعد نستراجل عشان نطلع كام في الميه مثلا نطلع 20% في الميه نت بروفيت ودي نسبه شويه متفائله في ناس بتعمل اقل من كده فلو هطلع 20% في الميه 20 كتير شويه يعني مش كل الناس بتقدر توصل لها اه, ف... فمش, كل توصل له. آه ف... فمش كل الناس توصل فتخيل بقى ان انت هتاخدهم جاهز. بعد تصنيع اوتوماتيكلي يعني م. انت هتاخدهم هتبيع الامازون ستوك بتاعك ده وتاخدهم وخلاص من غير كومبيتيشن من غير ده الفندر صح بالظبط فبالتالي لا طب ده ينفع كده فانت لو انت عملت الهوم ورك بتاعك كويس قوي هتقدر تاخد كاش اوت بروفيت من امازون بسهوله جدا لكن انت بقى داخل امازون عشان خاطر تكسب 1000 دولار في الشهر وخلاص تمام خلاص هتعملها هو انا شايف ان ده رقم سهل جدا انك تعمله يعني بس هي الفكره هو انت الليمت اللي هتروح له فين يعني انت تقدر دروب شيبرز بس بيحبوا المليونز فممكن ودي بصراحه برضو يعني عشان طول الوقت بنتكلم على السكيلنج امازون مش الشانل بتسكيل بسرعه يعني ابراهيم عنده مثلا 10000 ترافيك على الويب سايت النهارده وكونفرجن ريت لتس سي 2% مش 4 فكان فهو بيعمل ايه؟ بيجي على التوب اوف فانل اللي بيجي على 30000 ترافيك هيخليه 10000 هيخليهم 30000 هو قادر قادر يفتح الحنفيه شويه بالظبط هناك على امازون لا ما فيش الكلام ده في ليميت لان عدد الناس اللي بتسيرش بالطريقه الفلانيه بالكلمه الفلانيه وبتلاقينا كلنا على بعض جنب بعض على الشلف دي مشكله دي كارثه يعني ان انا دلوقتي ادخل يعني ودي استراتيجي لو انا لو انا دارس كويس او عندي اكسبيرينس كويسه فهتعرف ان ده في في الريتيل ساينس في حاجه اسمها ديستريبيوشن استراتيجي او في الماركتنج يعني في انا بختار وانا يبقى عندي ماي اون ريتيل اللي هو هنا اونلاين ماي اون ويب سايت ولا هروح انزل في الريتيلرز الكبار اللي هي امازون واحده منهم او وول مارت او فانا اصلا اصلا لو انا صاحب براند باخد ده از استراتيجي مفيش هنا استراتيجي صح وصح. انا قررت امشي بالطريقه دي فبالتالي لو انا باخد امازون او انا انا بشوف امازون هنا شانل هتستخدمها بطريقه معينه هتوصل فيها لبرودكتس مختلفه انت تاخد البرودكت ده تانفست مور وتطوره بشكل كبير قوي تكسب منه اكسبيرينس تكسب منه بدل ما تكسب الف دولار في الشهر تكسب منه عشرة بس ديفنتلي الطريقه او الواي ان انت تروح من 1000 دولار لحتى ال 3000 دولار زي ثلاث اضعاف أه مش سهله ومش سريعه يعني صح أه هي مش لعبه ادفرتايزنج ادفرتايز زياده وخلاص لا بس انت عندك سقف ان الـ الجمهور اللي بيبحث على الكلمه دي هم 3000 واحد فانت لو مستحيل تاخد ال 3000 واحد في, في 60000 اه في في ناس في كيوردز بيسيرش عليها 60000 أه في الاسبوع او في الشهر فبالتالي في في سيرش فوليوم اعلى بكتير بس معنى سيرش فوليوم اعلى معنى كومبيتيشن اعلى صح ف... فمعنى ان في منافسين اكبر فلما تلاقي ان ال... ودي دايما ال... الناس بتقول ان لو الكومبيتيشن كبيره بلاش تدخل لان ده هو بلاش تدخل لو انت ما عندكش لكن لو انت بتبيع في الاندستري دي وعارف هتعمل فيها ايه وعندك كاش يستحمل ان انت تدخل بس لما تلاقي ان التوب سيلرز فيها عنده 20,000 ريفيو او 10000 ريفيو وهكذا وعنده بادجت بيصرف 7 آلاف دولار في مال الشهر, مال <applause> في الشهر. آه، طب انت يعني اماجن حجم البادجت اللي انت عايز تدخل بيها فبدل ما تعمل كل ده تدخل تشوف برودكت تاني صغير تقدر تشتريه بنفس البادجت تبعد طيب عن الخناقه دي هتقلب بوكس موفر قوي لو انت دخلت قدام حد كده دي حقيقه هو انت انت احمد انت قلت نقطه حلوه قوي ان كل ماركت بليس او كل بلاتفورم ليه طريقه بيع او طريقه ان انت تدخل بيها السوق ده كلامك صح لان انا اقول لك حاجه في منتج من المنتجات اللي ببيعها فكره المنتج اصلا اتولدت على التيك توك تمام ان في براند بيبيع على التيك توك بس او بيبيع على الويب سايت بتاعه هو اللي طلع الفكره دي فبقت فايرال جدا فبقت الناس برضو بتسيرش على امازون عشان تشتري انا دخلت ابيع المنتج ده بسبب ان ان هو طلع فايرال دخلت ابيعه انا ومنافس ثالث خالص صاحب الفكره الاساسيه هو بره الدنيا مكسر الدنيا قصدي بره امازون هو مكسر الدنيا اما جه يبيع يعني التيك توك اكونت عليه مليون فلور اما جه يبيع على امازون معرفش يبيع شوف ان هو براند هو براند هو جامد جدا وعنده فري ترافيك وعنده فري ترافيك وعنده مليون فولور على انستج... على التيك توك ده مش بس كده ده لو أن مثلا انفلونسر نزلت فيديو للمنتج بتاعي بتقول يا جماعه ما تشتروش من براند عبد الله روح اشتروا من صاحب الفكره الاساسيه تمام اما دخل يبيع على امازون لا احنا اتنسف تمام ده ياكد الفكره اللي انت بتقولها ان فعلا امازون لها طريقه معينه مختلفه تماما عن اي بلاتفورم ليها طريقه دخول امازون هي زي أنا ما فلوس كتير قوي مننا <applause> هي بتاخد الصراحه هي بتاخد عمولات كتيره وامازون من السلبيات اللي انا بشوفها بتهتم بالعميل اكتر من التاجر مليون مره تمام مع ان 50% من المنتجات اللي بتتباع على امازون هي من تجار زي وزي هي هي استراتيجي الاستراتيجي بتاعته واضحه جدا ما ده احنا ده اللي بنقوله دايما ان انت ايه اكسبيرينس بتاعتك لما تدخل التجاره دي دايما عشان دايما يروج ان انت اه تعالى من يعني اوت اوف nowhere كده ابتدي بيع ابتديش ابتدي التجاره طب انت لازم تكون دارس حاجه يعني انا ما هو انت يا دارس يا الا هتتعلم بخسارتك بالضبط بالظبط يعني انا يعني انا مثلا اشتغلت في ابراهيم اشتغل في الجزء بتاع الكونتنت وكان عنده اكسبيرينس في ان هو ازاي بيلد ترافيك ويجيب يوزرز بيستخدموا الويب سايت بتاعه عن traffic فلو انت دارس او انت شغال ادفرتايزر بتعرف تعمل ادفرتايزنج آه فتعرف انت تعرف تعمل كونتنت تعرف تعمل, تعمل, تعمل تصور تعرف في حاجات سكيلز كتير قوي آه دي ممكن تكون عند الراجل اللي ابتدى البيزنس ومش عندك ففي جزء من البيزنس مثلا ممكن تشتري بيزنس يكون هو اللي بيعمل البيزنس ده او اللي بيبيعه هو بيعمل شغلتين تلاتة دولت اصلا تقريبا بادجتهم عشان انت تعملهم تقريبا 2000 3000 دولار فهو وفر ال 2000 دولار دولت من بقى ربح زياده عنده عشان السكيلز اللي عنده صح لكن لما انت تشتري ما انت عندكش السكيلز دي محتاج تشتريهم ب 2000 3000 دولار فهو مثلا اللي ان هو كان بيعمل 5000 دولار وهو كان موفر 2003 هتدخل تشتريهم بقى 2 فانت خسرت ف فاهم الكونسبت اه لازم يكون و... عندك الاكسبيرينس انك تدير البيزنس ده بالزبط. زي ما هو كان متدرب قبل كده مش مش بس تكبر اه وتش سكيل هتدفع فيها وتش سكيل انت مش محتاج تدفع فيها ولا حاجه <applause> وفي براوزر كتير جدا سهله يعني في براوزر كتير جدا على امازون مش محتاجه غير ان انت تشتريها أه سهلة سهل التمنتين يعني هو سبلاير بيعمل برودكت وانت هتلاقي ده امازون مو يعني موجوده في البلاتفورم حلو قوي ده ان الموضوع بيطلع ترند وبرودكت بيطلع ترند ويقول لك ده تريندينج برودكت وبيموت بس في امازون لا عادي شغال بقى ثلاث سنين بيبيع <applause> وبيبيك كل سنه صف. في شهر 11 وبعد شهر 11 يموت عشان كده اللايف تايم بتاعت البرودكت او عمر البرودكت على امازون اعلى بكتير جدا من <applause> ال... <applause> من بره واليوزر بيفضل هو نفس البرودكت كل سنه وكل سنه <applause> تشتروه يعني هو مش ده تريندنج يعني جرب تاخد اي برودكت تريندنج آه... وسرش و... عليه مثلا في السوق الامريكي وشوف بيبيع قد تلاقي في في حد عنده 10000 ريفيو بيبيع البرودكت ده بقاله ستين وبيفضل يكمل صح بس وبص على الجراف بتاع البيع بتاعه مثلا من شهر 11 او 12 وباقي السنه فهتلاقي لا ده مثلا مثلا برودكت بيعمل 1000 دولار في سيلز في طول السنه بس تلاقيه في في شهر 11 مثلا بدل ما بيعمل 1000 دولار بيعمل 10 صح ف اه اه موسم ده احلى موسم في السنه اه فبالتالي انت انت اصلا هنا لو ما عندكش بادجت مش عارف توازي تستغل... الطلب أ... مثلا مثلا عشان بزنس وانت بتدور وانت بتشتري بيزنس ان هو يكون عنده سوق قليل فهو بيبيع تقريبا حوالي سي 1000 سي 100 قطعه ماشي عشان نسهل الارقام بيبيع 100 قطعه كل شهر. هو ال... ال... شهر 11 هو كان البيزنس نفسه باع 400 حلو هو اصلا الماركت جاهز يبيع قد ايه؟ ممكن تلاقي الماركت اصلا فيه بروتين انها تبيع 1000 ده انا سيزن. مش مستغل الحته دي ما عندكش ستوك ف... ما عرفتش تشب برودكت فتخيل بقى فكل ما تكون عندك سكيلز اكتر في الـ في الاندستري وفي الـ في في التريدنج أونلاين. لاين وبكلم اكسبيرينس حقيقيه مش مش بس براكتيكال انت الحد اللي دارس غير الحد اللي, اللي نفذ غير اللي اشتغل في اندستري واحده اللي اشتغل في اتنين تلاته صح بيعرف يعمل كونتنت فبقى ترافيك فري واحنا ندفع فيه فلوس وهكذا بص انت قلت حته حلوه قوي ان ان انت مش معاك البادجت اللي يواكب الديماند او الطلب قد ايه انا دي بتبقى نقطه دايما بشوفها ميسنج يعني أنا, انا الحمد لله عملت كونسلتيشن كتير مع ناس كتير فالناس اللي دايما جزء كبير منهم اللي بيدخلوا مكالمات بلاقي ان هو داخل في منتج اكتر بكتير جدا من الميزانيه اللي معاه بمعنى انت دلوقتي واحد بتبيع مثلا 100 قطعة تمام بس بتطلع اوت اوف ستوك في في 20 يوم بس انت مش قادر تجيب بضاعة اكتر تكفيك ال 10 ايام الاخر فانت يجي لي بقى اشتريه صح <تصفيق> 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 فمن من الحاجات اللي بشوفها ان انت لازم تدخل في منتج يناسب راس المال اللي معاك يعني صح. مثلا انا معايا 5000 دولار عايز ادخل بيهم على امازون 5000 دولار دول انا بحب ان يكون معايا باك اب ماني فمش هدخل بيهم فهدخل مثلا بثلاثة واسيب 2000 على جنب الثلاثة دول تعالوا نحسبها مع بعض هنشيل منهم 300 تصوير باشتراكات هيليوم تيم بتولز ثانية قول 500 فبقوا 2500 يعني انت محتاج تشتري بضاعة ب 2000 2000 دولار ونص فسعر القطعة المفروض ما يزيدش تقريبا عن 5 6 دولار لأن انت لو اشتريت منتج تكلفته 10 دولار اشتريت منه 200 قطعة بس ادي 2000 دولار فلوسك كلها تقريبا اه لسه في الصيف ولسه اه لسه هو لسه مفيش و... اللونش بتاعه بقى الماركتنج بادجت اللي هتحتاجها والاوبتمايزيشن وده برضه يقول ان انت ان طيب. آه. <applause> <applause> فهي الحته اللي بقولها ليه لان انت خلاص هو منتج ب 10 دولار تيجي تبيع انت عامل حساباتك ان انت اشتريت 200 قطعه يعني تبيع في اليوم خمس ست قطع تلاقي اول ما تدخل ربنا كرمك بتبيع 15 قطعه في اليوم ف 15 قطعه انت طلعت اوت اوف ستوك طلوعك اوت اوف ستوك كتير على امازون ده سرطان نيفر جو اوت ستوك فلازم من البدايه انك تدخل في منتج يناسب بادجت او راس المال اه في حاجه مهمه جدا ان هو انت معنى هو ب 10 دولار مثلا زي ان هو لاندد ب 10 دولار في امريكا ان او في يعني في البلد اللي البلد انت بتبيع نعم. فيها ان معنى كده انت بتبيعه كام لو انت داخل على اساس انت مش حاسب كويس قوي ان امازون بتشارج يو كام في كل ستيج بياخد قد ايه في الفيلمنت بياخد قد ايه كوميشن ريفيلر فيز بياخد قد ايه ريفند بيحصل ريفند عندك قد ايه في ريفند 100% uh, يعني في في ريفند تقريبا الافريج ريفند من 2 ل 5% على صح. كل المنتجات عشان هي امازون بتهتم بال... باليوزر قوي فبتخليه ريفند حتى لو اشترى ازازه ميه وشربها صح صح, refund. صح. ف... فبالتالي انت لو جبت لو جبت تيشيرت ولبسته ورحت لعبت بيه كوره تقدر ترجعه على امازون بالظبط فهي البلاتفورم طبيعتها كده فتخيل ان في ريفند وفي ادفرتايزنج وفي برومو كودز هتنزلها فتلاقي ان كل ده عمال ياكل من البادجت بتاكل بادجت ياكل بادجت فانت بعت كويس جدا باي ذا اندوز داي انت خسرت خسران صح عشان انت حاطط برايسنج مختلف او عشان شفت المنتج على امازون وانت بتعمل سيرش لقيته صح. مثلا 30 دولار وقلت لقيت لقيته على علي بابا مثلا لقيته ب 5 دولار ما حسبتش العمولات اللي كلها هتدفعه وما ريسيرش صح عليه ومتعرفش مثلا انت دايما بيقولك هات منتج آه واد عليه آه حاجه او زود عليه او صلح عيب او, أو خليك متميز شويه تصليح العيب ده كبر الباكج او ما كبرت الباكج هتدفع اكتر مش هتدفع صح. زي الشخص التاني او هات برودكت هو قطعه اعمله قطعتين مش بالضروره دايما 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 انا بشوف الباكجز او الباندلز على امازون السيلز بتاعتها آه. اقل كتير أوي من السنجل برودكت فانت يعني انت برضه عشان نفس القصه انت دارس اللي انت تعمله دوت ولا لا لان انت دلوقتي اليوزر عايز آه, نقول اي حاجه قلم هو انا داخل اشتري قلم عارف ان الافرج سعر الاقلام كذا لا وانت بتوفر مي قلمين انا مش محتاجهم صح آه. صح آه. انت عارف ان انا صح اشتري قلمين بي... محتاج ليه اشتري قلمين محتاج <applause> قلم واحد والقلمين <applause> القلمين دولت هما بدل ما هدفع مثلا سي 10 دولار انت بتقنعني اني اشتريهم ب 17 يو اد مي 70% زياده عشان تاخد او لتسي ان هو ب 10 دولار وهتبيعه ب 12 دولار ما انا مش محتاج 2000 وعميل امازون يفرق معاه الدولار جاي لان 2 دولار دول مش عايز ادفعهم. صح فاهمني؟ يعني ليه ادفع 2 عشان اخد انت عمال تقعد بص تجي لي انا بقى بره, بره؟ تست عادي ابيع له مره قلم ابيع له مقلمه لحد ما الاقي البرودكت اللي ينفع بت... يباع بتفتكر ان البني ادم كان عقلاني ان هو بيقعد يحسبها مم. بيحسب فاليو بيز بقى ان يعني انا كده آه. القلم هيقف عليا ب 6 دولار بدل ما هو كده يبقى انا في الاخر كان... انت اللي بتحسبها فاليو بيز انت عايز تطلع كسبان خلاص ادي له 2 ادي 2 اصلا امازون بتحط في الليستنج لو انت مثلا بتبيع قلمين حاجه اسمها كاونت يعني ال الـ الـ يعني انت هتبيع بالاثنين بسبعه فامازون هتقول للعميل الواحد إن uh, uh, ما انت بتظن ان هو بيحسبها برده ان هو بال... <ممم>. يعني مثلا بيقول لك ان هتشتري واحد هنا اليوزر اللي قدامك بيبيع او الكمبيوتر اللي قدامك بيبيع البرودكت ب 10 دولار وانت على الكاونت بسته يعني على التول بتاعت امازون بتقول لك ان كده واحد بسته انت تظن ان هو هياخد القرار بناء على ده بس برضه ترجع لطبيعه البرودكت يعني في برودكتس هي اصلا بتتباع ان سيتس يعني لو انت حطيت منها ون بيس وجنبها كده فخلاص فانت, فأنت لازم تبقى لو... فاهم اه الحته بتاعتك اه بس خلي ان هو انا انا قصدي بس الحته دي ان انت بتظن ان اليوزر وهو بيشتري بيبني قراراته على ستاديز و م. مش بالضروره خلاص شكله حلو صح م -م. يعني شكله حلو القلم الاولاني ده بيتباع مثلا واحد تاني بيبيعه ب 15 دولار و... وعمال تلاقيه بايع 300 قطعه في الشهر وانت بايعه ب 12 و2 ومش بتباع تبقى عايز تدخل تجيب اليوزر تدي له على مم. طب تشتريش ليه؟, <تشتريش ليه صح <تشتريش> ليه طب اديتك اوفر احسن اديتك سعر احسن ده كل حاجه احسن تشتريش فتسي ان الراجل التاني ده عامل هوم ورك بتاعه احسن ومثلا جايب شخصيه ماضي معاه وظاهر وظاهر من قبلك وظاهر على كده الالجوريزم بتاع امازون في صالحه يعني انا في برودكتس كنا مثلا ببيعها انا اغلى من آه من اغلى اي حد في الماركت ولكن ببيع وال والبروفيت بتاعتي بتوازي نفس البروفيت الراجل اللي بيبيع اضعافي يعني هو كل ما هيبيع اكتر كل ما امازون تاخد فلوس اكتر يعني تبيع 300 معنى كده ان امازون تاخد منك في الفيلم اكتر تاخد منك في عايز سؤال في الحته دي معلش انت قلت حته حلوه ان انت في منتجات بتبيع من اغلى واحد في السوق مم. طيب بس اكيد عندك ميزه معينه لان انا بشوف آه لازم حد يجي يبيع اي منتج لازم تسال نفسك سؤال ايه الفاليو اللي هديها للعميل محدش سيلر تاني مديها لان انت لو جيت تكوبي بيست فالعميل هيبتدي يقارنك بسعر فاكيد عشان انت تبرايس المنتج غالي عندك فاليو او قيمه حقيقة. بقى انت تقنعه بقيمه وبعدين برضو بس في حاجه لازم نغفلش عنها ودي نصيحتي لأي لأي حد بي بيسال بيكمبيت على السعر زود فيرجن ما فيهاش اي حاجه مختلفه غير انها مثلا بريميوم في الباكجينج انها بريميوم في ال... في السعر بس طبعا ما ينفعش تزود سعر في نفس البرودكت زود سعر ب... بفاليو بس انت ممكن تكون بتبيع المنتج مثلا تسوي ب 10 دولار وتزود فيرجن منه مثلا بلاك ب 20 دولار على جنب اه فاريشن على جنب فاريشن وب 20 دولار وزودت عليه يعني في هنا 5 دولار زياده في البرايس فمعنى كده ان امازون بعد تاخد البرسنتج بتاعها البروفيت اكبر من البروفيت اساسي بس انت اول حاجه هتبيعه يعني 100% هتبيعه و بس مش هتعمل منه سيلز ضخمه صح اه والبرودكت الاساسي بتاعك هو هوك اليوزر بيدخل بيعمل بص على ففي يوزر بيدخل مش باني قراره خالص على ان هو انا عايز ارخص منتج مم. انا البرايس بيرفر ليا انا لان البرايس جزء من البراندنج جزء من البراندنج ان انا بدخل انا عايز اشتري منتج مثلا مثلا داخل اشتري برودكت لمراتي فانا عايز حاجه قيمه فالليستنج دي بتقول ان البرودكت قيم واغلى وانا اقدر افورد ال 3 4 دولار زيادة او ال 10 دولار زيادة دول فهعمل ايه؟ فهشتري المنتج القيم عشان خاطر ايه؟ انا شايف ان السعر بتاعه بيقول ان هو احسن خصوصا مثلا انا عايز اجيبه هديه لحد او كده وهو في يعني هو ديزايند دي از جيفت صح فاهم قصدي؟ بس هو ديزاين جيفت ب 25 دولار وانت بتبيع البرودكت بتاعك عادي جدا بس انت عايز تكسب فبتعمله فبت... ب 15 دولار بس هو مش جيفتبل خالص. اوكي. ف... فمش م. بس خليته يستاند كل... اوت اهم حاجه فعلاً بس هي الفكره بس, إيه بس, بس لازم نتفق ف... حاجه ان هو برضه الاكونوميك رول بتقول ان انت كل ما سعر ازيد كل ما بيبعت اقل كل ما سعر اقل كل ما بيبعت اكتر ده مش على امازون بس ده في حته في الدنيا ان برودكت الغالي الناس هتشتريه اقل. من البرودكت الرخيص. البرودكت الرخيص دايما الاودينس البروفيت... بتاعه كتير جدا. بس البروفيت اقل ال <تصفح> <هاي> بكتير انت بتلعب <تصفح> ان انت بتعمل فوليوم بقى كبير جدا بالظبط ما هي انت عايز تلعب فوليوم ولا عايز تلعب على احنا هنا قصدنا عشان برضه الناس تبقى عارفه ان انت مثلا ممكن يكون ربحك في القطعه الواحده نص دولار او 20 سنت بس بتبيع 10000 قطعه في الشهر فانت بتلعب على فوليوم المبيعات وربحك قليل وممكن تلعب الاثنين يعني ممكن زي ما قلت لك انت عندك برودكت بتبيع منه فوليوم وبس بس حط منه بريميوم باكج هتلاقي ان هي هتلاقي ان انت مثلا بتكسب من البرودكت وفي برودكت يعني كنت بكسب من ال من المين برودكت بتاعه 1000 اه دولار حلو والفاريشنز بتاعته بتكسب 1000 دولار وزود اي ادفتايزنج تذكر مقارنه بالبرودكت الاساسي البرودكت الاساسي بس انا بصرف عليه 1000 دولار ادفتايزنج الاثنين التانيين اللي هم الفاريشن بتاعو بتصرف عليهم 100 دولار بيكسبوا زيهم زي الاساسي بس هما برضو ستيل مش ه... لو جربت تاخد برودكت اللي هي الباكجز دي اللي هي غاليه وتبيعها لوحدها مش هتبيع صح هتخسر فاهم الكونسبت انت دلوقتي بت... بتحط نفسك في في طريقه مم. في, في باكج معينه بال... بتقعد تجرب 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 تلاقي ان هي ده بس بركس على المنتج ده خلاص هو بيست... خلاص عايز تنفست وعايز تحرك الدنيا وممكن تروح تعمل برودكت تاني في نفس الاندستري خلي بالك انت لما بتوصل لمصنع كويس مثلا او سورس معين في بلدك او اي حاجه عن البرودكت ده انت اصلا لو فكرت من الانجل دي ينفع تعمل منه فيرجنز كتير قوي صح. انت لازم تستثمر ان تاخد وقت كبير قوي عشان توصل لمصنع شاطر او لديزاينر شاطر او لا فلو استثمرت ده النولج دي هتطلع الاف المنتجات الثانيه رحت على امازون ولقيت منتج حلو جدا بيبيع حلو قوي جرب تبيعه شوبيفاي جرب تروح تعمل ادفرتايزنج عند uh, حد عنده ويب سايت uh, فيه ترافيك بس كل تجربه طبعا ستيل هت, هتكوست ف... اكيد طبعا اه فهي حسب الأوبجيكتيف بتاعك ايه انا بقول بقول دايما ان اللي بيبتدي بزنس لازم يبقى واضح جدا في الأوبجيكتيف بتاعه انت عايز uh, تبقى اكبر براند ولا تبقى اكتر براند بيكسب ولا تبقى بتعمل ايه بالظبط صح فضل طيب خلينا ندخل على حته حلوه جدا اللي احمد قالها يعني ازاي كل واحد فينا يعني انا خلاص ببيع على امازون بلونش بيزنس بطريقه معينه هنشرحها كمان شويه احمد برضو بيبيع على امازون بطريقه ثالثة انت بتشتغل في الدروب شيبنج فخلينا نعرف كل واحد فينا ازاي بيبرايس المنتج بتاعه يعني انت مثلا كابراهيم بتحسب انك تحط نسبه ربح قد ايه 99.9 فاصل تسعة دي الميزة في الدروب شيبنج. <applause> <اللي تصفيق> هي احلى حاجة في الدروب شيبينج لو انت لعبتها صح ان كل دولار يور سبيندنج انت بتصرفه على البراند بتاعك مش مثلا زي امازون انت في الاول او في الاخر بيتاخد منك كوميشنز وي وي والجو ده كله اه انا عارف ان انت في الدروب شيبنج ما عندكش ترافيك فهتدفع للبلاتفورمز اللي انت هتشتغل عليها عشان ترمي لك الترافيك ده بس لو انت عرفت تبلد كونكشن كويسه مع الكاستمر بتاعك فانت تقدر توصل له اورجانيك عادي ليتر اون قدام من غير ما يبقى في البارير ده او ان انت محتاج تدفع فلوس عشان توصل له كل مره فبس طبعا اما بتيجي تعمل برايسنج انت بتكونسيدر ده يعني في الاول او في الاخر خلينا نقول ان انت هتشتغل على كوليكشن الكوليكشن ما ينفعش كله يتعمل له بنفس الاستراتيجي في حاجات هيبقى فيها الهوك بتاع انه انت بتحط نفسك في المايند سيت بتاعه الكاستمر بتاعك ان انت براند افوردبل ب كويسه مش دايما غالي بتسحب العميل بسعر قليل آه بالظبط كده عندك ليميتد اديشن زي ما كان آه احمد بيتكلم من شويه على ان انت ميز فارينت او حاجه زي كده برده في في الدروب شيبنج انا فاكر كان في من التجربه من التجارب اللي احنا جربناها على على فارينت برودكت موجود ثلاث الوان الثلاث الوان بنفس الكوست جيت انت على لون زودت سعره ثلاثة دولار وكم وكتبت ليميتد يعني يعني مثلا ليتس سي انت بتبيع ريد ووايت وبلاك جيت على البلاك وخليته ليميتد بلاك بقى هو لو كان الناس مثلا بيشتروا 10 هنا و10 هنا و10 هنا, هنا بقى بيشتري آه من اوت اوف ال 30 دول اه 15 بيشتروا ليمتد بلاك رغم ان هو اغلى واحد واقل على الترافيك الثاني فانت اه كسبت 2 3 دولار بس عشان انت ميزت باك آه او ميزت كولر او حاجه زي كده يعني انت بتسعر ف... 1% من ال 1% <applause> من ايه؟ 1% بكوست أه يعني على حسب البرودكت يعني لو ده اللي انا كنت <applause> عايز أسأله له <وقف تصفيق> يعني <تصفيق> لا لا طبعا انت في كومبيتيشن فمش هينفع كده انا انا شايف الكرايتيريا ال 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 يعني هو لو المنتج مثلا مكلفني من بال من المورد بالشحن بتاعه 10 انت بتبريس زي؟ <applause> دولار انت بتبرايس المنتج ازاي وتيك ان كونسيدريشن العمولات دولار 1000 دولار والعمولات اللي تتاخد منك بص هو في حاجه كويسه في الدروب شيبنج ان تيستينج انت الكوكس بتاعتك مش احسن حاجه الإكونومكس بتاعتها بتبقى مخيشه ليه لانه في الاول وفي الاخر انت مش شايل بالك قوي دلوقتي بالاوبتمايزيشن بتاعها بس المرحله اللي هي بعد الدروب شيبنج على طول ان انت تخش تبقى وايت ليبل ففي الوايت ليبل بقى تقدر تنجشيت تاخد كميه تاخد برايس احسن ففي الحاله دي حتى لو انت كنت بادئ بسعر عشرة تقدر تنزل مع الخمسه وتقدر كمان تاد فيتشرز وتبتدي تديفلوب يور برودكت عشان اه بالظبط كده يستاند اوت ودي الخطوه اللي لازم على طول تطلع من دروب شيبنج ليها عشان هي دي اللي هتعلي ريتنشن وهتخلي كاستمر او كلاين بتاعك لما يشوفك يشتري منك تاني مش يعملك بلوك

انا الفورمولا الناجحه في التستنج في الاول انه انت ما تعديش 30% الكوكز بتاعتك ليه عشان انت انت عايز توصل على سي ام 3 اللي هو الكونتريبيوشن مارجن اللي هو بعد ما تخصم الماركتنج وبعد ما تخسر تخصم تخصم منه الكوكز وتخصم منه الريفاندز والمان باور بقى الناس اللي انت هتاوت سورس والحاجات دي كلها تبقى انت في الاخر مثلا بتتكلم في افريج من 25 ل 35% نت بروفيت نت بروفيت بالظبط كده فبالتالي ما ينفعش ما ينفعش بصا <applause> آه ما ينفعش تعدي 30% في الكوكس لان انت لسه في الماركتنج عايز تدفع 30% بس دي في, في مرحله ولسه آه ده في مرحله التستنج لسه بعد كده لازم توبتمايز والكلام ده ما يعديش ال 15 20% بالكتير لاندد وتبتدي بقى تشوف سورس يعني طريقه تسورس بيها لوكالي عشان اكتر حاجه وحشه في الدروب شيبنج الناس اللي هي بتعتمد على انه خلاص انا هفضل على الـ على الشانل بتاعه ان انا ببعت مثلا بضاعه اللي هو شغال في امريكا بضاعه من الصين لامريكا على الاكسبريس مثلا اه مثلا ده ده فشل ذريع انت م. اول خمسين قطعه ممكن تعمل فيهم كده من قطعه 51 ما عندكش عذر بيقول ان انت ليه مش مودي بضاعه من دي للماركت اللوكال ماركت عشان اول ما العميل يطلب الحاجه الدليفري الدليفري تايم في ريت عندك يعني الكونفرجن ريت والريتنشن ريت انت م. في الاول في الاخر انت دلوقتي بتبص على مش ال10 دولار اللي انت كسبتهم في الاوردر دول انت بتبص على ال120 دولار اللي انت كسبتهم في ال12 اوردر اللي انت بعتهم على خلال السنه م. لانه انت ممكن ترجع العميل ده مره ليك في الشهر بنيو لونش بنيو برودكت بنيو اوفر فبالتالي انت بتبص على ال120 دولار دول مش بتبص على ال10 دولار بس طيب انا قبل يعني في سؤال او بوينت عايز اقولها لك برضو او سؤال بس اما اقولها عايز بس اعرف عشان لو في حد مش عارف الكوجز هي آه الكوست اوف جود جود سولد يعني تكلفه المنتج عليك قد ايه سواء بقى تكلفه المنتج من المصنع كمان عليها الشحن آه ماشي في نقطه مهمه آه انا دلوقتي جبت المنتج مثلا خلاص خلينا نقول اكزامبل حقيقي انا جبت منتج ب 10 دولار واقف عليا تكلفه شحن وتصنيع 10 دولار <applause> هتبريس المنتج ده بكام في بارقام معينه بقى ويقول لي مثلا العمولة هتتاخد منك كام هتبرايس المنتج ده بكام في مرحله التستنج ومرحله ان خلاص اشتغل معاك وهتعمل برايفت ليبل وتجيب كميه. اوكي طيب بعد ما بتنشيت الماركت ريسيرش بتبتدي تفهم قوي العميل بتاعك اللي في في النيتش ده بيدفع او ويلنج يدفع لحد كام في البين بوينت ده بمعنى انه انا ليتس سي انا هبيع انتي رينكل مثلا هبيع الباتشز اللي هي, بتاعت في الدروب آه. <applause> آه اللي هي بتاعتي. صح ما انا عشان كده بضرب بيه مثال اللي هي الانتي ايج باتشز دي. فانا دلوقتي انا ممكن اخش اشتريها من على امازون مثلا ممكن الاقيها بتسعة دولار بس انا ما اخافش ان انا اخش النيتش ده واشوف البرودكت اللي انا ممكن استاند اوت بيه وابيعه ب 100 دولار ليه؟ عشان اي حد بيسولف او البين ده عنده هو هو ويلنج ان هو يدفع فيه الافات مش مش بس فبالتالي مش معنى انه في برودكت بيسولف لي السوليوشن ده ب 10 دولار اقول خلاص انا الماركت كده بتاعي محدود عند 10 دولار لا بالعكس انت بالظبط تلعب في البراندنج بتاعك وبتشوف البين ده آه الناس ويلنج تدفع فيه لحد كام وبعد ما ويلنج تدفع فيه لحد كام ايه شكل الفاريشنز اللي قدامها ايه شكل السوليوشنز اللي قدامها ممكن تبتدي تقسم آه تعمل سيجمنتيشن كده لفكره انه في ناس هتلجا للسوليوشن ده مثلا تعدادهم اكس وفي ناس هتلجا ل تعدادهم 2 اكس وهكذا وبعد كده تشوف ايه اللي هيناسب البادجت بتاعت بتاعتك من ناحيه بقى تصنيع البرودكت والماركتنج لان انت في الاول وفي الاخر لو انت هتروح للاقليه مثلا اللي هم بيشتروا الهاي اند برودكت فانت معناها انك ويلنج انك تصرف اكتر في الـ في الادفيرتايزنج والماركتنج فلو انت يو دونت افورد ده ما ينفعش يبقى البرودكت لونش بتاعك ببرودكت ب 100 دولار او ب 200 دولار ليه لانه في الغالب مش ها مش هتروح تصرف عشرة دولار يجيلك لك اتنين كونفرجن فانت خلاص دلوقتي انت كده بتحرق البادجت انت ممكن تصرف عادي ادسيت على ما تعدي من learning فيس تبقى صرفت ال 500 دولار عشان جايبلك بس شويه انسايتس الاد تو كارت مش عارف ايه وانت لسه ما بعتش حاجه بس ليه ده عشان انت اصلا اول ما تعمل تو تو ترانزاكشنز او او تو اوردرز خلاص انت عوضت الخساره دي انما ما ينفعش مثلا برودكت يكون بيباع ب 10 دولار تصرف عليه 500 دولار وهكذا يعني هي نسبه وتناسب فانت هتبتدي تشوف ال النيتش ده البين ده بيتدفع فيه لحد كام تشوف انت هتستاند اوت في الماركت عامل ازاي بعد ما تلاقي الماركت فيت طب انت قصدك انا لو هو لو هو مثلا بيتباع <applause> انت بتقول قلت مثال ان هو يتباع على امازون مثل مثلا ب 10 دولار وانت تبيعه ب 100 دولار ف... ما انا مش هبيع البرودكت اللي على امازون ب 10 دولار ب 100 دولار لا انا بتكلم أنا... على سولوشن يعني هبيع اه سولوشن ابجريدد عن اللي هو موجود على امازون فانت هتارجت سيجمنت اللي عايزه تنفست اكتر في السولوشن ده بالظبط هتارجت الناس اللي هي جربت اللي ب 10 دولار وما اشتغلش معاهم وغالبا انا اصلا في الريسيرش بتاعي انا بقعد على امازون ريفيوز لحد ما بفهم الكاستمر بتاعي عايز ايه قبل ما بلونش برودكت ليه لانه في الاول وفي الاخر انا لو رايح خلاص قافش ديماند على حاجه معينه ويل وده اللي انا بريكومنده على اي حد بيبتدي انه ما يبتديش بقى جو اللي هو يبيع حاجات اوت اوف نوير او حاجات لسه طالعه ترند لانه في الغالب انت ممكن ما تعرفش تبيع فيها فتبقى خسرت البادجت بتاعك ممكن تكون داخل الترند ده انت فاكره ولسه بيبتدي بس انت داخل متاخر خلاص متأخر أصلا. خلص خلصت ف... فادي الفكره فانت خلاص جبت حاجه فيها فعلا بتسولف بين ينفع تو سولد باكس مش عارف ايه شويه الكرايتيريا ممكن نتكلم عليها في البلو برنت التشيك ماركس دي كلها بتبتدي تشوف ايه السوليوشنز اللي الناس ممكن تكون ويلينج او محتاجاها في الماركت ومحدش بيقدمها ومن هنا هتلاقي الاجابه او تلاقي الحل بتاع البين بوينت ده ممكن اكشولي ده يعني ده ده بس مش 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 استراتيجي ممكن استخدمها في الدروب شيبنج يعني يعني احنا خلينا نشوف في في ناس دايما تبقى مسيطره على الماركت وفي الاخر تلاقي حد طلع بسولوشن اللي هو ايه ده هو الجرو ده ما كانش قادر يفهم او يفاجر اوت انه الناس محتاجه زي كده وده يعني عادي عندنا مثلا شات جي بي تي طالع من تحت جوجل طب طب ليه جوجل مثلا مش هو اللي كان طالع شات جي بي تي؟ يعني انت بتلعب انك ف... ما تبقاش كوبي بيست <applause> اه او تبقاش كوبي بيست وتحاول تلاقي حته دايما تستاند اوت بيها حتى ايفن لو ده هياخد منك شويه ريسيرش في انك تلاقي البرودكت يعني ما تستسهلش انك تروح تسرش بكيوورد على علي اكسبرس فتوصل للبرودكت لا انت ممكن تبقى ببلد كونكشن قدام بعد ما تست كم برودكت مثلا مع سبلاير وتشوف هو ممكن ينفذ لك حاجه في دماغك ولا لا او حاجه انت شايف انه هيبقى اديشن لطيف لو انت عملته او حاجه هتستاند اوت بيها تبتدي تشتغل على الميديا بتاعتك بحيث ان انت تعرف تدي للعميل بتاعك انه هو بيشتري فاليو لان في الاول وفي الاخر ات اند اوف ذا انت لو ما اقنعتيش ما, أقتنعت، ما اقتنعتش انا ان انا بدفع اكس عشان اخد فاليو مقابلها هفضل دايما بدور وراك وهفضل مش مقتنع بالاوفر بتاعك فهي لازم الحبكه كلها تبقى ماشيه و... ومنها الستوري. بقى الحته بتاعت آه. اه الستوري منها بقى حته البرايسنج مم. وده وده بدليل احنا بنشوف مثلا بوتيكس و... وفاشن براندز بت... بتروح تبيع الشنطه ب 18000 دولار انت ممكن تروح تجيبها كوبي كات من من الصين ب, ب... ب 50 دولار صح ليترلي نفس يعني هي هي 18000 دولار دي مكلفاه في التصنيع 50 دولار بس آه. هو في الاخر الحبكه بتاعته او الستوري بتاعته وصلها انها بتتباع عادي بالسعر ده وليها ال دي بوينت مهمة جدا يعني انا عايز اقول لك في الحتة دي انا بس عشان الـ الـ يعني الباك جراوند بتاعتي برايفت ليبل فهو بيلدينج براند فروم براند فروم سكراتش فبالتالي وفي نيتشز كتيرة فمن ضمن حتى في هيث اند بيوتي في الجزء اللي بتكلم فيه ابراهيم ان البرودكت مثلا الكوزماتكس الكوزماتكس بتلاقي ان البرودكت العادي لتس تكلفه تصنيعه دولار البرودكت بريميوم دولار بوينت عشرين بس ده هيتباع بعشرين دولار وده هيتباع ب وخمسين لا لا قصدي بص الفرق اصلا احنا ذا زودنا 20% في آه على على الكوست بتاعه البرودكت اللي هي تحت في البوتوم خالص انت بتصنع برودكت بالدولار مثلا هتعمله دولار عشرين بريميوم شويه وهتقوم مزود شويه في الباكجنج فهيبقى دولار ونص فانت دلوقتي انت هتاخد ابو دولار دوت وتبيع ب دولار صح؟ ابو دولار ونص دوت ينفع تبيعه ب 40 و50 صح انت زودت في البوتم بس 50 دولار 50 دولار دوت كام في الميه من المنتج؟ هي هي ناثنج حرفيا يعني انت 50 آه سنت اه 50 سنت من مم. من 50 دولار فاهم فاهم الكونسيبت فانا زودت هنا 50 سنت بس قدرت اطلع من رينج ال 10 20 دولار لحد 50 دولار ليه؟ لان الفرق في الـ في البرودكت نفسه مش كبير دايما الفرق من البروض... ايوه فكره اي حاجه انت اصلا ممكن تتصدم لما تقعد تبص على ال... على المنتجات نفسها البريميوم برودكتس هي قصة صناعه كام لان raw material او البرودكت برايس او الكوكس مش هي اكتر حاجه اصلا بس اكتر حاجه بتنفست فيها الادفرتايزنج لكن البرودكت نفسه مش جدا مش غالي انت لا هتدخل تجيب اي برودكت وتحسن في الكواليتي بتاعته بابا. وعمرك عمرك هتوصل ل 100% يعني عمرك هتكون بتعمل برودكت بدولار والبريميوم بتاعه يبقى 2 دولار صح صح. فاهمني؟ لان عايز اقول لك الباكج يعني انت مثلا مثلا بريميوم الكويس او الوحش يعني الاثنين ده بيتحط في ازازه وده بيتحط في ازازه صح يعني البطل بتاعه بس على الحته دي آه حته مضحكه يعني بالصدفه كنت في آه في كابيتال بيزنس بارك في الشيخ زايد فنفس القميص آه اللي ابراهيم لابسه بالظبط دخلت محل بالصدفه انا عايز اطلع كافيه فعشان اطلع الكافيه فلازم اعدي على المحل الاول لقيت القميص ده شبهه بالظبط بس لون تاني يعني ب 35 ألف جنيه مع انه هو انت ممكن تروح اي محل تجيبه دروب شيبر بقى فاهم بس انا حتى قعدت اجيب السعر يمين 35000 جنيه في قميص ده كود ولا ايه؟ ليه؟ ده ايه بالظبط؟ <applause> بس هو بيلعب على حته ان انت مع انه مفوش برد بقى يعني ما فيهوش براند ولا حاجه ما هو هي الفكره وانا دلوقتي احنا لو احنا بنلعب ماركتينج فاحنا عارفين ان في سيجمنت يعني انا مثلا واسأل على نفسك انت هتلاقي ان في برودكت مثلا لو انا جيت قلت لك دلوقتي يا عبد الله هديك برودكت ايفون سيلد ما تفتحش خالص وال و 500 جنيه يو ويل نيفر تراست طبعا يعني صح. ايه ده ده رخيص جدا مم. ده ب... إيه الكمبيوت ابل تومورو على طول اللي <applause> انا فعلا <بقيتها. مم. تصفيق> مش هت... ومش لازم يكون ايفون هقول لك هديك برودكت موبايل في كل الامكانيات اللي بتحلم بيها اللي زي امكانيات ابل وهو بدل ما تشتري برودكت ابل ب 1000 دولار هديهولك ب 500 دولار بس مش عليه التفاح مش آه. عليه بس انت وهو في كل الامكانيات حرفيا بس يو ويل نيفر trust انت في انت في يوزر بي تراست برودكت من البرايس بتاعه تو جود تو بي ترو فاهم ازاي؟ وبالظبط وانا اصلا من ناحيه تانية يعني انت احنا هنا مثلا في مصر كلنا عندنا اماكن بتبيع منتجات رخيصه بس ابراهيم مش هيروح المكان ده هو هيروح يشتري من المحل اللي بيتفسح مع اصحابه بيعمل بيزنس ميتنج هناك فعدى على ده عدى على ده فهو ما شافش اصلا الاوبشن ابو 50 دولار ولا ابو 1000 جنيه ولا وتيفر هو فاكر ان البوتم اللاين بتاع البرودكت ده لتس اي مثلا هو لو لو اديناه ب 20 هيفرح جدا هو ما بيضربش بالمعاه فلوس لا مش هتضحك عليا انا راجل بتاع برايسنج فاهم قصدي هو هو مش عارف ان البتاع. وده عيوب امازون ان احنا كلنا جنب آه بعض فبالتالي اصلا تخيل انت الاكسبيرينس بتاعت المحل واللوكيشن وكل ده مديك يعني إن انا لو هدخل اشتري حاجه مثلا من من محل في كابيتال بيزنس بارك مش أبو متوقع سعره عالي لو ديزايند باي اكس من الناس فانا ام ان انا ادفع حاجه بس هات نفس البرودكت ده والدهولي مثلا وهو مثلا او او هات نفس البرودكت ده خلينا نروح لحد في الشارع اقول له اماجن في حد بيشتري موبايل ب 50000 جنيه هو ممكن يكون في جنيه دي رقم كبير جدا كبير جدا وهكذا انت بتتارجت اي سيجمنت ومش بالضروره اصلا ان انت تكون البرودكت ده كديستريبيوشن انا بشوف ده من عيب م. من عيوب امازون مثلا انت لو احنا كلنا قاعدين جنب بعض فصعب قوي تديني اكسبيرينس صح صح مهما حسنت في لا امازون لعبه اكسبيرينس اه الاكسبيرينس فيها مهمه بس في عوامل تانية اديني بقى اقعد اقنعني اقعد اقنعني بال م. عندك ريفيوز قويه م. عندك صور كويسه فيديوز عظيمه آه، بس انت في الاخر آه، انت على امازون يعني صح ما بيبقاش في Actually ثقه كمان انك تبقى بتحاول تعمل براند ايمج على امازون لانه في الاخر انت بترمي, بترمي ترافيك على امازون فممكن عادي يخرج جدا يروح للكومبيتيتور بتاعك ف ما دي فأنا صح فانا ما استفدتش اي حاجه برده زي المثال اللي انت ضربته من شويه اللي هو واحد عنده على تيك توك مليون فولور بس في الاخر هم اشتروا منكوا اصلا انت بتروح تشيل مشتر... امازون فهو الراجل اصلا عمولة. زمانه اكبر غلطه ف... آه زمانه اكبر غلطه عملها ان هو راح عمل لونش البراند مم. بتاعه على تيك توك كان اللي هو خليه آه. على امازون سوري اللي هو خليك عم هناك الأودينس بتاعك ما يعرفوش إنه موجود على أمازون وخلاص لا بس هو لو انت... براند قوي 100% أمازون تروح تجيبه وهتدخله فندر وهتشتري منه بص هقولك لك حاجة يعني لو هحك... هكلمك على الأكسبيرينس دي هو بره ماشي مكسر الدنيا وعنده كونتنت يعني كتير جدا عنده فيديوز وعنده انفلونسرز كتير جدا وتخيل إن في عملاء أنا كعبد الله لو نزلت فيديو للمنتج بتاع العملاء بتكتب يا جماعة ما تشتروش منه اشتروا من صاحب الفكر فهو مم. بني أودينس بجد بس لما جه دخل على أمازون زي ما قلت لك ان الاستوري ما بتفرق بس مش كبيره في فاكتورز تانية بتفرق زي ايه زي انا والمنافس الثاني مش احنا ثلاثه بالظبط انا وواحد اجمد مننا والراجل اللي جامد بره على التيك توك انا والثاني ده عندنا ريفيوز عندنا هيستوري ان احنا الناس بتبقى فاكره برده نقطه مهمه انا مثلا عايز ابيع المنتج ده ده ووتر بوتل ففاكر ان انا هظهر بس على كلمه ووتر بوتل لكن حلاوه امازون ان انت لو لقيتك بتكونفرت او بتبيع كويس على ووتر بوتل هتبتدي تظهرك على جيم جادجتس فهتظهرك على كلمات كتيره فهو داخل فاكر ان عبد الله بيعمل مثلا 10000 في الشهر من الووتر بوتل من الووتر بوتل, من الوتر بوتل لكن انت عندك هيستوري عبد الله والمنافس الثاني عنده هيستوري كبير جدا فظهر على مئات من الكلمات فعشان كده هو بيعمل سيلز كويس وعندي ريفيوز فانت لسه هتدخل زيرو ريفيو لا بس انت قصدك ان هنا ان انا مثلا لما اجي ادخل على امازون لو انا بانفست مثلا في الادفرتايزنج اتس اي 100 دولار اقدر لو انفست 300 400 دولار فانا هضاعفت البادجت ثلاث اربع مرات وظهرت اكتر هبيع اكتر بص هقول حاجه لو جينا نتكلم ازاي اصلا تعمل مبيعات على امازون هما تو حاجتين ترافيك داخل وكونفرجن ريت ماشي دول تو ترافيك داخل listing ولا ترافيك داخل اه لا تر... انا بالليستنج بتاعتي كام آه كم واحد داخل وكم واحد من اللي دخل ده هيتحول ويشتري انا في كلمات عمري ما اقدر اعلن عليها اصلا ليه كلمات عليها سيرش فوليوم 300 الف يعني في 300 الف <applause> بني ادم بيبحث بالكلمه دي يعني تكلفه الضغطه الواحده لو انا عملت اعلان ممكن توصل ل 20 و30 و40 دولار فانا مستحيل اكون عملت اعلان عليها بس انا ظاهر عليها في الصفحه الاولى مش بس <applause> هقول لك ازاي ومش بس في الصفحه الاولى انا ظاهر عليها في الجزء الاولاني اللي هو اول صفين <تصفيق> طب <تصفيق> ازاي ظهرت على كلمه زي كده وانا عمري ما 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 صرفت عليها اعلانات دي بقى شطارة ال SEO أو شطارة إنك تفهم محركات أمازون ماشية إزاي. الفكرة إن أنت في في أمازون عندك أربع أماكن بتحط فيهم كلمات، من ضمن الأماكن دي التايتل. التايتل هو أهم مكان في الليستنج بتاعتك، طيب خلي سأل مثال إن أنا مثلا منتج بتاعي ووتر بوتل، الكلمة الجامدة دي اسمها آم اسمها جيم مثلا, مثلا جيم آه أو مثلا جيم تريندي جيم أيتمز. تريندي <applause> جيم ايتمز الكلمه دي انا هكتبها في التايتل تمام وجاست ان انا هعمل ايه بقى من الاعلانات اللي انا هعملها اعلان اسمه اوتوماتيك كامبين امازون لو لقيتك ان انت بتكونفرت كويس على كلمه جيم بوتل او ووتر بوتل وعملت اعلان اوتوماتيك ايه فكره الاعلان الاوتوماتيك ان هو امازون هتظهرك على كلمات مختلفه من <applause> بالظبط فلو أم... لو انت بقى الكلمات الجامده اللي حاسس ان انا انا حاسس ان منتجي لو ظهر على الكلمه اللي عليها 300000 ده ان هي هتشتغل كويس فامازون بتظهرك على الكلمه دي وهتست هتشوف ما هي ظهرتك لقيت ان في ناس بتشتري فالناس اشترت انا ما... ما عملتش اعلان دايركت للكلمه انا بجو... عملت اعلان اوتوماتيك امازون بشكل عام لقت ان البرفورمانس بتاعي كويس عليها فابتدت ان هي تظهرني ودي بقى الصراحه حلاوه امازون ان انت داخل فاكر انك هتبيع على كلمه واحده بس الحقيقة مم. انت بتبيع على كلمات مختلفة لو انت فاهم الاي سي او وفاهم محركات البحث او موضوع الكلمات امازون هي لعبة كلمات مش لعبة منتجات مم. هي لعبة كلمات فالنصيحة اللي دايما بديها لأي حد ان انت الليستنج بتاعتك لازم تكون غنية بالكلمات بس ما تبقاش دبش كلمات محطوط سوري آه. في غنية بالكلمات بتوصف المنتج بالظبط يعني مثلا المنتج ده فيه خمس كلمات بتوصفه فتخيل التايتل بتاعي جيم ووتر بوتل uh, جيم ووتر بوتل بلاستيك ووتر بوتل انا حطيت كلمات بس أوه. هل انا اقنعت العميل اني كتبت لهم محتوى كويس لا فمثلا اكتب له ايه جيم ووتر بوتل ميد اوف بريميوم بلاستيك ذات ويل نيفر مش عارف ضايقك uh, او اي حاجه تمام اللي انا عايز اقوله ان وانا باجي اكتب المحتوى بتاعي على امازون اهتم بحاجتين ان انا اكتب كلمات عشان اكون اندكسد او سيرشبل او ظاهر للبحث عليها والكلمات دي انا بقى او اخلي شات جي اعمل منها جمله محتوى اكنك موضوع تعبير في امتحان في لغه عربيه انا مديك كلمات اعملي بقى محتوى يكون فاهم فمن الحته اللي ابراهيم قالها انك تعرف السيجمنت بتاعك مين يعني تعرف الناس اللي بتسيرش على المنتج بتاعك هي اصلا اللي عايزه تشتري فما ترسم الكاستمر افاتار انت عارف هم جايين يشتروا المنتج ده ليه تحديدا ابتدي بقى العب انك إيه؟ لعبه بازل عندك كلمه عايز ابني منها جمله حلوه يعني من الكيس ستاديز اللي عملناها في امازون مصر بعنا ميزان مطبخ اسمه كيتشن سكيل اي حد يدخل على امازون مصر يكتب كيتشن سكيل المنتج البيست سيلر ده مكتوب عليه بادج بيست سيلر ده بتاعنا طيب هل المنتج بتاعنا كان بريميوم لا ايه اللي عملناه كل الناس على امازون بتبيع نفس المنتج بتاعنا بس تيجي تبص على التايتل بتاعهم كاتبين كيتشن سكيل بلاستيك كيتشن سكيل بس كده احنا عملنا ايه؟ هاي اكيوراسي بدايه التايتل هاي اكيوراسي كيتشن ديجيتال سكيل فالعميل اللي بيسيرش على ميزان ايه اهم ميزه هيكون عايزها؟ ان هو يكون اكيوريت مع ان المنتج بتاعه مش اكيوريت فاهمني؟ بس انا لعبت ان هاي اكيوراسي كيتشن سكيل في ال سي دي شاشه بتساعدك انك تقرا فلعبت بقى على الحاجات اللي العميل هيبقى عايز يلاقيها في المنتج وهو بيستخدمه حلو قوي انا ب... يعني لو انا بشتغل بحب جدا المنتج ده ليه؟ لان انا بحب البرودكتس اللي ينفع تبلد عليها آه مش هنقول بس فاريشن لاينز يعني انت بتعمل لاينز يعني انت ال... الكيتشن سكيل ال ال ده انت لو لو بعته فانت معنى كده انت هتروح لمصنع بيعمل كيتشن uh, بيعمل سكيلز بشكل بشكل عام صح وبيعمل ديجيتال ديجيتال سكيلز فتقدر تعمل منه ابجريد جديد ابجريد جديد وسكيل الشنط وسكيل انا اقدر بيلد براند يعني دايما انا زي ما قلت لك انا يوزنج امازون على فكره ان انا بدور على برودكت ايديا واخده ونروح بره نعمله براند و... وي... ويكبر بالشكل ده ممكن يكون البيست سيلر بتاعه كيتشن صح لكن ال... المين انستري وانت هنا لو انت فاهم يعني انت هي كل الموضوع انت بتبص لل... للمايك ده من انهي زاويه؟ ان هو جاست ميكروفون؟ فانت بتبيع ميكروفون؟ او بتبيع استديو ميكروفون؟ ولا بتبيع تك برودكت؟ او, أو معدات تصوير بشكل عام. كل ما هتبص للبيزنس بتاعك بمنظور مختلف، كل ما هتلاقي عندك لاين ثانيه كبيره قوي تطلع عليها ولو انت البرودكت ده يعني مثلا سكيل بتبيعه على امازون بطريقه قويه مش بالضروره ان انت النكست برودكت بتاعك يبقى على امازون تطلع تطلع فاهم انت ممكن تكون ما تكسبش في امازون <applause> انا عادي تمام جدا ان انت تبيع برودكت على امازون تكون بتكسب منه 10 20% ولكن هو اليوزر لما بيروح على الويب سايت بتاعك هناك وانت عندك اليور اون ويب سايت خلاص انت بقى بيلاقي ان برودكت مختلف تماما ان ايه ده خلي بالك ممكن ده يكون من التولز بتاعتك 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 ان انت لما اليوزر بيسرش عليك في جوجل بيلاقي ويب سايت ضخم بيبيع بيبيع حاجات تانية مختلفة فبيقتنع يدخل يجيبك كان امازون. صح. انا ممكن اشتري برودكتس كتير جدا من براندز معروفة هتلاقيني بشتريها على امازون عشان خاطر الجزء بتاع الاكسبيرينس بتاعت الريفيوز بتاعت الريترن بتاع 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 ففي يوزر بيشتري من امازون مش عشان هو شاف البرودكت على امازون. هو عايز اكسبيرينس معينة انت لو رحت في الويب سايت بتاعك مش هتديها صحيح. مش هينفع لو برودكت لك مش سيلد مش هتاخده كذا كذا حاجه حسب البوليسي بتاعتك يعني بس امازون ليها بوليسي معينه بتقنع اليوزر ان انا احسن بلاتفورم تشتغل عليها. طيب الريتم بقى كان ايه؟ كان هادي ونميل. <applause> اه عايزين بقى نعلي الدنيا شويه ونيجي مم. للجزء الاهم احنا التلاته يعني قلت المميز الحمد لله في الفيديو ده ان احنا من ثلاثة آه مدارس مختلفه. فايه الميزانيه اللي المفروض تكون معاك مثلا بالنسبه لاحمد انت بتشتري بيزنس فعلى على الاقل يكون معايا كام عشان اقدر اشتري بزنس مش معقول مثلا يكون معايا 5000 دولار واروح اشتري لا وانت انت هتعاني لو معاك 5000 دولار بس هتشتري هتعاني كتير مش صعب جدا تلاقي حاجه اكيد لازم اكتر من ده لكن الستارت بوينت ممكن نقول ان هو 50000 تقريبا 50000 دولار عشان اشتري بيزنس طب انا اشتريت بزنس بخمسين 50000 دولار البزنس ده مثلا هيكون بيحقق ارباح كام بص هي ليها او هي بتتحسب الفورمولا اه ما هي انت بتشتري بزنس ايه يعني انا لو بتكلم يعني لو هناخدها على امازون انت ممكن تشتري امازون بزنس بس وممكن تشتري امازون عنده كذا براند كذا ويب سايت و كل ده بيعلي الفاليو بتاعته لكن هنفترض ان انت بزنس صغير ما عندكش حاجات كتير سوشيال ميديا جاستن ما... فوكس على امازون اه عندك فوكس عندك على امازون في برودكتين ثلاثه فالفورمولا بتاعته ان هو بتكاش اوت ثلاث سنين بلس الارباح بمعنى ان انت تعمل في السنه مثلا لتسي مئة الف دولار فانت هتضرب الرقم ده في ثلاثه 100000 الف دولار مبيعات ولا ارباح؟ ارباح نت اوكي نت بروفيت هتضرب الرقم ده في ثلاثه او اربعه وهت... فمعنى كده ان هو بيعمل 1000 100 100000 الف دولار في السنه فممكن تبيعه مثلا 300 الف دولار 400 الف دولار حسب قوه الاندستري وهكذا لكن فهو ليها فورمولا حتى مثلا بلاتفورم زي امباير فليبر امباير فليبر بتعملها مثلا دايما تلاقي اللي هو اكس كام؟ اكس 30، فليبر مثلا بتعملها بالسنه يعني 3 اكس دي معناها ان هي معناها 3 اكس 3 سنين ف امباير فليبر 30 اكس يعني ده معناها 30 شهر, شهر وهكذا فبتديك شويه ان ده الرقم 30 اكس ده شهر يعني لو انت بتعمل يعني في دولار ده لو انت بتعمل 1000 ونص دولار تقريبا في شهر نت بروفيت تقدر تبيع البيزنس بتاعك بحوالي 52 او 54 الف دولار في الرينج ده في الافريج ده 50 بلس يعني فانا انا دلوقتي لو حطيت 50 الف دولار فبكاش اوت منه تقريبا 12 الف ااا آه، 12000 دولار اه أو, او يعني 12000 في السنه آه، او لا مش 12000 اي ثينك آه، اكتر ممكن اه لا 12000 ده لو هو 1000 دولار 1000 ونص تقريبا 1000 ونص يعني تقريبا 18 اه 18, أو. 18. ربح السنه مره واحده اه ربح السنه 18000 ألف 12000 ألف دولار ده فمعنى انا هاخد تقريبا اه حوالي 30% من من عائد على 50000 دولار في السنه فانت تتخيل انت ويتش بزنس بيعمل هيعمل 30% على على الانفستمنت او على راس المال بتاعه في السنه فعشان كده لا ده انا بشوف انها معادله كسبانه جدا لان انت مش هت... مش هترسك بحاجه تاني يعني لو انا جيت مثلا حطيت لك على الترابيزه دي خمسين الف دولار ماشي هل انت هتستارت الافضل ليك هل هتستارت براند من اول وجديد او هتستارت لا هشتري 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 بزنس على طول لان هو اولا انا هشتري هشتري بزنس انا بفهم فيه و وهعرف ازاي اوبتمايز فيه لان انا حللته وعرفت ايه مشاكله وايه الريسكس بتاعته وهكذا بس ديفنتلي لو معايا 50000 بس مش هشتري بزنس واحد ومش مش هشتري برودكت واحد بس خلينا نقول ان احنا ال 50000 دولار احسن سيناريو ليهم إيه؟, ايه؟ لو احنا بنتكلم فانا هشتري بزنس بغض النظر عن هم كام بزنس إيه إيه ممكن اقسمهم لو قادر بس انا ليتس سي مثلا لو معايا 100000 ممكن اقسمهم 50 الف هتشتري بزنس, بزنس واحد بزنس واحد اه ال 50000 دولار انا عندي عائد مضمون إيه مش مضمون كبير قوي برضه ستيل في ريسك لكن ان هو هيجيب تقريبا 18000 دولار السنه دي حلو أنا هعمل شوية تحسينات عليه وأخليه يجرو بدل ما بدل ما بيعمل النت بروف بتاعته 18 يبقى 22 23 فمعنى كده أنا بقلل المدة اللي, اللي فيه. هترجع فيها الفلوس أه، ولو أنا عندي بزنس اتنين <applause> ثلاثة وبدأت أعمل أحسن فيهم كشيبنج أقدر بقى أخدهم أنا عندي فورمولا باخده أعمل ليه ويب سايت تاني يبقى عنده باكجنج احسن عندي حد في التيم بيعمل باكجنج عندي حد في التيم بي... بيعمل تشابنج بطريقه احسن وغ... فاهم قصدي فانا تعمل عندي شويه فورمولا كده هتحسن منه بسرعه جدا فهتخلي فهت... ال, ال... 18000 دولار اكتر طب عايز اسالك في الحته دي انت انت ذكرت انك عملت اشتريت اكتر من بيزنس مش مره واحده بس يعني عملت الموضوع ده طيب مره طيب طيب. تقريبا انت بتجيب ك... انت خلاص مستثمر بتجيب فلوسك امتى بعد وقت قد ايه؟ يعني تقريبا الاكسبيرينس هو الطبيعي الـ الطبيعي بتاعتها اللي هو زي ما قلت لك ثلاث آه، سنين بلس اوكي حلو؟ في برودكت ممكن وده ده حصل ان انت البرودكت بتاعك ده بدل ما هما ثلاثه يحصل تشينج كبير في الماركت انت ما كنتش عامل حسابك على التشينج ده لان في الاخر في ريكس ريسك فاكتور الثلاث دولت يقلبوا سته حلو؟ وفي برودكت تاني الثلاث دولت يقلبوا اثنين او او سنه ونص لان مثلا مثلا على برودكت ما كانش كان بيبيع سنجل برودكت فانت هتاخده تقوم عامل فزودت الافريج زودت الاي بتاعه زودت البروفيت بتاعته حلو ومعاك كاش فهتيجي على السيزن بتاعه وتقوم مستوك زياده شهر 11 مثلا هتجيب مثلا عندي مثلا فكره ان هو في مشاكل واحد اتنين تلاته ألف ريفيوز هدخل حلها من تاني يوم باكج احلى سكنس الطف مثلا مادة الماده الخام افضل سبلاير احسن كل الحاجات دي هتخليني ايه بدل ما هو بيكسب مثلا ألف دولار هيكسب 1200 فاهمني فتقلل اوفر اول فتقل المده بتاعتك هتحسن في شويه حاجات وتريسلت تاني فهي دي ال... دي الـ او ده الكور بتاع لو انا هشتري بس حاجه من اتنين يا اما انا مش عايزه ريسك وعايز اقلل الريسك بتاعي فانا لو حطيت خمسين الف خمسين الف دولار تقريبا في برودكتس جديده يعني انا ماي تشالنج دلوقتي انا بس عشان كده اصلا عايز خمسين الف دولار, دولار, دولار بتعمل برودكس جديده هتعمل كم منتج و و الريترن بتاعه يبقى ازاي؟ بص انا بسالك اصلا السؤال ده عشان انا شايف ان انا لو معايا بادجت مثلا خلينا نقول 50000 دولار طب انا هستارت بزنس وهجيب فلوسي قول مش ثلاث سنين قول هجيب فلوسي بعد سنه ونص طب انا بال ألف دولار دول انا ممكن بطريقه ما هشرحها دلوقتي اسس بيزنس يجيب لي بروفيت في في اول ست شهور مش لازم اقعد السنه ونص يعني ايه؟ أه اي داوت ان ده دا سهل على امازون مش سهل لا لا, لا ولا, سهل. في ولا في الايكوم ولا في في اكبر اسواق العالم يعني مش سهل يعني بس يعني دي يعني الطريقه انا بص الحمد لله يعني في حاجه الحمد لله بي متميز بيها ان انا بعرف اختار منتجات كويس ماشي يعني ايه يعني كل الناس بتفتح مثلا ادوات زي هيليوم 10 او جونجل سكاوت ويكتبوا شويه فلترز فيطلع لهم منتج فانت بتنافس منافسين انا بحبش انافس منافسين انا لما جربت ده خسرت وخدت على راسي تمام <applause> الطريقه الحمد لله اللي اشتغلت معايا ان انا ابيع لوحدي في بلو اوشن هل سهل ان انا الاقي فكره منتج بالطريقه دي صعبة جدا طب <applause> انت هتستارت بزنس معلش بيني هتستارت برودكت كبادجت كام فلوس؟ طيب بالطريقه بتاعتي خ... انا عندي حاجتين ماشي انا كده كده خلينا نتفق ان الحاجه المشتركه في الطريقه ان انا في الاخر عايز ادخل في منتج فيه ثلاث عوامل ايه هما او عاملين؟ اول حاجه ان في كلمه بتوصفه يعني انت جيت دلوقتي عايز تبيع عايز لقيت المنتج ده قدامي المنتج ده اسمه ايه؟ قول ووتر باتل هل ووتر باتل بتوصف المنتج ده بس؟ لا, لا. توصف كسه. منتجات كتير فانا محتاج الاقي الكلمه او الاقي ان في كلمه بتوصف المنتج تحديدا بنفس الشيب عليها بحث. يعني مثلا آه... ريد آه... مثلا آه تعال نقول آه... سبايدر مان ووتر بوتل بغض النظر ان سبايدر مان كلمه تريد مارك بس هنقول سبايدر مان ووتر بوتل الكلمه دي عليها بحث قد ايه؟ عليها 2000 بحث او 1500 في اعلى يبقى عدد المنافسين اللي عندي يكونوا ماكسيموم 15 20 منافس ماشي وال 15 20 دول مش منافسين جامدين يعني اخش الاقي في جابس او في مشاكل عندهم اقدر ان انا ادخل منها مثلا الثوره بتاعتهم مش حلوه بيشحنوا اف بي ام سعرهم غالي جدا حاطين صور صينيين مثلا في الصور الكواليتي بتاعتهم وحشه لكن لو سيلرز جامدين لا هو اصلا 2000 سيرش فوليوم هو رقم تمام فانا عندي حاجتين اول حاجه اتفقنا ان يكون في كلمه بتوصف المنتج لو سيرش عليها 1000 ونص فيما فوق عدد منافسين 15 لكن لو ودي بقى ايه البلو اوشن بقى لكن لو عندي كلمه السيرش فوليوم عليها 500 لو انا قلت لك 500 سيرش فوليوم انت تقول ايه ده انا هدخل اعمل ايه بال 500 ده رقم قليل جدا بالعكس انت ممكن تعمل منه فلوس كتيرة جدا اكتر من ان انت تبيع منتج عليه 10000 سيرش فوليوم ما هو نفس ال... نفس البادجت اللي انا هحطها في البرودكت اللي عليه 500 سيرش فوليوم أه هو تقريبا نفس اللي احطها عليه في 2000 ف... فانت كده انت كده هت... هتاخد نفس البودجت وتقسمها على هتبقى كميات هتبقى كميات قليله إيه؟ لان اللي انا ال... داخل ابيع منتج عليه سيرش فوليوم 2000 هستارت ب 500 قطعه لكن سيرش فوليوم عليه 500 او 400 لا هستارت ب 100 قطعه طب ما فأم... هتاخد سعر غالي والسبلاير هيديك ليه سعر ماشي ما هي الفكره كلها ماشي انا اللي بيميزني ايه او اللي يميز الطريقه ايه ان انت هتجيب فلوسك بعد ثلاث سنين وهتشحن غالي ماشي بس يعني انا هجيب فلوسي <applause> من دي 1 يعني انا الحمد لله في منتجات بشوف او في الطريقه اللي انا بشرحها مثلا لاصحابي او كده ما شاء الله بيحققوا بروفيت من دي 1 من اول يوم تدخل صح. تكسب منه طيب ليه؟ ما انا كمان بحقق بروفيت خلي بالك لا <تصفيق> بس انت حرفيا بتحقق بروفيت من دي 1 بس انت فلوسك بتاخدها بعد ثلاث سنين ايه اللي انا بعمله؟ لو انا مثلا تخيل معاك هقول لك سيناريو بس انت ال 50 دولار ممكن يطلعهم تقريبا خمس منتجات صح؟ لا بص هقول بال... بالطريقه بتاعتي لو احنا جينا اتكلمنا معانا 50000 دولار قول مثلا انا هدخل في سيرش فوليوم 1000 في المنتجات ماشي. كلها يعني انا اي استيميت انا محتاج من كل منتج كميه انت ازاي هتلاقي اصلا كم البرودكت دي ماشي ده على حل... قول على مدار سنه مش هقول مم. دلوقتي هدخل مره واحده تمام انا محتاج من المنتج اجيب منه 300 قطعه اتست فتخيل معايا انا عندي 10 منتجات ماشي يبقى انا كده اوفر اول اشتريت آه تل... 3000 قطعه ماشي 3000 قطعه قول القطعه واقف عليا ب... برقم مثلا 5 دولار يبقى 5 في 3 احنا 15. جايبين بضاعه ب 15000 يبقى انا ال 50000 لسه موجودين خدت منهم 15 دخلت 10 منتجات بحسبه سريعه طب بيلد ريفيوز و... ب... كل كل ده بي انا قلت لك ايه بقى واعمل ادفرتايزنج مديل... وغيره ما دي لا ما دي ان انا داخل منافس منافسي انا داخل في بلو اوشن محدش بيبيع معايا وير بلو اوشن في امازون لا لا لا, لا في بس الصعوبه <applause> انك تلاقي الفكره او مش تلاقي الصعوبه انك تتعلم الطريقه انك تدور بيها يعني انا اخد منتج واحد بي او او ثلاث منتجات مثلا بي بكاش اوت ألف ونص 3000 دولار وبيلد ريليشن مع السبلاير بتاعي طبعا. احسن ولا اروح اجيب ثلاث 10 معناهم من 10 مختلفين طيب 10 سبلايرز حلو عايزين ايجنسي اقول لك على منتج <applause> ممكن نشوفه دلوقتي واي حد يشوفه منتج قلته في فيديو من الفيديوهات اسمه آه جروميت مج تمام <applause> ايه جروميت مج انا بقول عشان ما ينفعش حد يبيعه كده كده عشان تريد مارك ف أوكي. بس انا <applause> <applause> يعني جروميت اللي هو الشخصيه شخصيه كرتونيه بتاعت كرتون آه آه. كده في 3000 او في 2000 عميل كل شهر بيسيرش على امازون بكلمه جرومت مج، هل جرومت مج بتوصف منتج معين؟ اه جرومت مج، يعني على شكل كل... مج ولا نفس الشكل طيب هل في سيرش؟ بكلمك في 2000 لو فتحنا دلوقتي نشوف عدد المنافسين اربع منافسين بس تخيل سيرش فوليوم في 2000 وكونسيستنت على مدار 12 شهر 2000 هو واخدين تريد مارك من ولا واخدين تريد مارك ولا اي حاجه ده واحد بس هو اللي يمكن واخد والثلاثه التانيين. خلاص حاجة. إيه. ما ينفع الناس تبيعه قلت لهم مش لا لو حد عايز يبيعه على مسؤوليتهم <applause> على, <تصفيق> على مسؤول <يتو> <تصفيق> <تصفيق> ومت... ممكن تبيعه وتكسب بس ما... لو الاكونت قفل ما تجيش تشتمني ماليش دعوه بس اللي انا عايز اقوله ايه ان في منتج اهو مثال موجود في السوق عليه سيرش محدش بيبيعه او عدد قليل الاربعه اللي, الاربع اللي بيبيعوه لو دخلت على الصور بتاعتهم الصور وحشه جدا جدا صوره المنتج بس في خلفيه بيضاء بس كده ومتصور من زاويه تانية في خلفيه بيضاء طب فين المنتج على ترابيزه حلو الناس بتفطر فين بنت مثلا ايديها باينه بتشرب البتاع فين اللايف ستايل ايمج فين الصور اللي تخلي العميل يتخيل ان اكنه بيستخدم المنتج ده فانا عايز ادخل على الحاجات دي وفي منتجات محدش فاهم بيبيعها فانا مثلا عشان نرجع للحته تاني مع جبت 10 منتجات كل واحد هتست ب 300 قطعه انا كده خسرت 15000 دولار بضاعه المنتج اللي انا بكلمك عليه انت لسه قايل ان انا محتاج ابلد ريفيوز محتاج اعمل اعلانات م. انت من اول دقيقه ما لو انا من شويه قلت امازون هي ايه لعبه كلمات مش لعبه منتجات دلوقتي امازون تخيل معايا في كلمه الناس تعمل سيرش والمنتج اللي الناس عايزاه مش موجود فامازون هتسيبك الصفحه فاضيه لا هتحط لك ريليتد برودكتس من حته تانية تمام فتخيل معايا مثلا جروميت مج ما بيبيعه فهتجيب لك سبايدر مان مج بس امازون لما تشوف عبد الله داخل عامل ليستنج وكاتب في التايتل جرومت مج فالسيستم بتاع امازون هيفهم ايه ده اول واحد يبيع المنتج ده انت اصلا بتصرف اعلانات في البدايه ليه عشان توصل منتجك للصفحه الاولى انت هنا من دي 1 في الصفحه الاولى تفتح الليستنج بزيرو <applause> ادفرتايزنج سبند انا انا لسه مش لسه معترض برضو السبب ان ممكن زيرو اد سبند هتبقى في الصفحه الاولى أي أوه انت كل حد بيشتغل بطريقه بس انا حققت هدفك في دقيقه حققت هدفي من ده بس انا عايز ستوك منه انا بحب اعمل لونج تيرم ريليشن شيب مع السبلاير بتاعي واعمل كونتراكت فانا عايز كام سبلاير وعايز قد ايه ستوك من كل حاجه من ديت فانا وعايز اديه ناس تدير الاكونت بالاس كيوز دي كلها ف... فانا اي ثينك ان انا اجيب ال 1000 ونص دولار بروفيت من ثلاث منتجات احسن لي ما اجيبهم من 10 ماشي ما اللي انا بتكلم فيه ايه؟ ان انا دلوقتي منتج من 10 دول آه لو سيرش فوليوم 500 وانت بتحط تعتمد ان ال 10 هينجحوا لا 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 هنقول قول خمسه قول خمسه نجحوا وخمسه ما نجحوش بس أقولك حاجه لازم متفائله برضه ماشي لا مش متفائله ما هقول لك حاجه لو, لو الواحد فاهم بيعمل ايه من البدايه انت هتتعب في البدايه عشان ما توصلش لحته الطبيعة. طب والوقت انت بتتكلم إيه؟ من دي 1 دي 1 لا انا هكونسيوم تايم طيب وهبذل وقت عشان طبعا انا لازم نعمل الموضوع ده بعد يعني ممكن ممكن نجرب بقى نمسك لا هتعجبك انا هاي هاف يلا بينا بس طب هات وانا ما عنديش مشكله بس لو هحسب لك بجد على اكزامبلز حقيقيه منتج انت السيرش فوليوم عليه 500 500 ده رقم قليل فكل الناس انت في عندك ميزتين ايه؟ الميزه الاولانيه هل انت في المنتجات بتاعتك عدد الدخول بتاع المنافسين قليل ولا كتير يعني كل يوم بتلاقي منافس جديد مية في مية. انا ممكن اقعد سنتين والاقي منافسين بس اتنين هم اللي دخلوا ليه لان بسبب حاجه امريكا امريكا طب انا مش فاهم <applause> ليه ليه عدد دخول المنافسين قليل بجد على اكزامبل حقيقي آه، انا قلت انا في بودكاست صورته في نفس المكان مع احمد في امازيليوت قلت ان عدد المنافسين عندي كانوا اربعه هم لسه الحمد لله اربعه يعني عدى تقريبا خ... تلات اربع شهور قلت لس... ولا لا لا مش عارف مش عارف ممكن اقولها لا ما اقدرش اقول طبعا بس ليه عدد دخول قليل <applause> طب ممكن نقيم البيزنس نشوف بيعمل كام ماشي لا بس هنضربه في خمسه بس. <تصفيق> 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 بسبب حاجتين بسبب الاول هم السيلرز بيدخلوا على المنتج ازاي؟ يفتح 200 يكتب شويه ارقام لكن انت منتجك مش هيظهر اصلا على الرادار ده فانت هتافويد سيلرز كتيره جدا. تاني حاجه الطريقه اللي احنا بندور بيها معتمده على الشخص. يعني انا بدور على موقع بنترست وشرحتها ان انت بدور على موقع بنترست ازاي؟ اختار اي كاتيجوري تيجي في دماغك ولتكن مثلا كوفي ماج، حط يا عم كلمه كوفي ماج على بنترست. هل الريزلت اللي هيظهر لي هو هو بتاعك؟ لا مختلف. شوف فكره ينطبق عليها معايير معينه اللي قلناها ان في كلمه بتوصفه على امازون وعليها سيرش وهكذا. طيب انا دلوقتي جيت بقى عملت الليستنج. تمام قول خمسه نجحوا وخمسه لا خلينا نركز على الخمسه اللي نجحوا اللي نجحوا دول تيجي نشوف الارقام بتاعتهم انت بتبيع 300 قطعه في الشهر بتعمل ادفرتايزنج سبند قد ايه أه لا 300 ده يحتاج انت ممكن ادفرتايزنج سبند تعمل لك مبيعات في اليوم تقريبا مينيمم 300 زيهم بص اقول لك حاجه أه، انت ممكن تكون بتبيع من المنتج ده من 500 من 500 سيرش فوليوم لو انت لوحدك يعني قول من 8 او 7 ل 10 قطع في اليوم قول المنتج هتبيعه ب 25 دولار يعني انت بتعمل تقريبا 250 دولار مبيعات في اليوم بتصرف عليهم اعلانات 5 دولار 10 دولار والاعلانات اللي ايه؟ اصلا بيخسرك ما بيجيبش سيلز بس انا مش عشان احافظ على مكاني طب ازاي انت عملت تكريم امازون يعني م... اه, اه... 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 تصدق عليهم طب ازاي تعمل اه... بتعمل مبيعات دي وانت ادفرتايزنج سبند قليل ليه؟ عشان امازون لعبه كلمات انت داخل على كلمه فيها الترافيك فانت مش محتاج تسبند عشان تكون فوق انت اوريدي من داي 1 انت فوق هنشوف الموضوع اكيد انت محتاج بادجت للمنتجات اه محتاج طبعا <applause> واقول لك حاجه بجد بقى انا قلت لك ان في سيرش فوليوم 500 اي منتج بيتولد سيرش فوليوم قليل 500 انا بش... بشوف انه قليل جدا يعني بص هقول لك حاجه هو اكزامبل بس لو عايز بيرفكت نمبر رقم مثالي لو لقيت منتج فيه تلات اربع كلمات يعملوا يعني لك سيرش فوليوم 1000 ومحدش بيبيعوا انت تعمل فلوس حلوه إيه قوي يعني اي هاف برودكت في سيرش فوليوم بتاعه 1000 ونص تقريبا 1000 ونص ومعاك و... كام واحد على الكلمه دي؟ كتير جدا ماشي انت ماركت شير قليل جدا طبعا م... ماركت شير قليل جدا و... وبكسب منه مينيمم مينيمم 1000 ونص 1000 ونص دولار ماشي وبتعمل مبيعات قد ايه؟ مش اكتر من 300 ماشي انا ممكن 1000 ونص دي لو نيجي نقسمها 1000 ونص على 30 يوم يعني انت في اليوم بتعمل 50 دولار And I have هو هو still بأكسب. يعني هاف كومبيتيشن وبسبند ماركتنج وستيل بكسب يعني 3000 دولار مثلا يعني في شهور ممكن 3000 دولار ممكن شهر 1000 ونص ف سنجل بروفيت اه الطريقه دي تقدر تطلع تجنريت نفس البروفيت 1000 ونص بس ادفرتايزنج سبند اقل بكتير فهيدك عليك انت ما هو انت اما بيكون عندك منافسين انت كل يوم في حد محتاج لازم تعمل اوفرز ف... وتنزل وكوبونات ولو واحد نزل سعره و... ولو واحد سعر نزل خصم مم. انت لازم تنزل ولو واحد نزل فيرجن جديد تحسن انت لوحدك انما تقعد سنتين ثلاثه انت... من غير كومبيتيشن انت, انت كنت... بدل ما تبرايس المنتج ب 20 دولار ممكن تبرايسه ب 30 دولار وتلاقي سيلز هي هي احنا هنعمل كومبيتيشن النمبرز حقيقيه <applause> عشان خاطر كلام كده حلو صح انا ما عنديش مشكله نخش دلوقتي يلا بينا ف انا دي دي بص هقول لك حاجه ما اقدرش اقول ان دي احسن طريقه على أمسه بس انا من وجهه نظري دي الطريقه اللي ربنا كرمني بيها مش معنى كده ان طريقتك وحشه كل واحد مش بقول كده بس انا قصدي ان انا انا بالنسبه لي حاسس ان انا بختصر وقت ببلد ريليشن سهله أه، ثلاثة أربعة منتجات فاقدر اعمل بارتنرشيب مع الكلاينت او السبلايرز بتوعي بطريقه احسن أه، مش محتاج هدك ولا تيم كبير الموضوع اصغر حاسس الطريقه اللي انت بتقولها محتاجه اوبريشن ضخمه لا بالعكس اه سواء مان شو عشان ما فيش كومبيتيشن ولو في كومبيتيشن كان هيحتاج اه انما ما فيش كومبيتيشن فهو الريسيرش اللي بيعمله انت ممكن توصل ان ان مبيعاتك آه، <applause> اوفر اول مبيعاتك انا يعني اسالك سؤال تمام وخلينا نتفق ان مش معنى كده ان طريقته وحشه او طريقتي احلى كلنا حلوين بس كل واحد ببوينت اوف فيو مختلفه آه، الاورجانيك سيلز نسبتها قد ايه من التوتال آه، سيلز ماشي حلو لو جينا مثلا بالطريقه دي 90% يو تشالنج بيك. مش بقى يعني اقول لك حاجه بس عندك عندك اورجانيك سيلز اصلا؟ اما نيجي بقى هنا ده بقى, بقى عندي يس الايميل ليست. مفيش مفيش سيلز لا 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 في انا <applause> انا بقى يعني هو التو بزنس موديلز هما الاثنين مكملين بعض هو بس المرحله اللي انت بادئ بيها هي المرحله اللي وصلت لانه يبقى في بيزنس نجار يخش يشتري فيجس هي بس انت قابلت فاهم صاحب البيزنس اللي انت اشتريته بعد ثلاث سنين من سنتين او ثلاثه ميك سنس بيكون بقاله سنتين او ثلاثه بس العيب اللي انا شايفه ممكن يكون عند نجار اسهل شويه في السكيلبيلتي هو خلاص از لونج از انه معاه بادجت هيعرف يضخها في حته تشتغل انما انت عندك هنا انت في ليميت ف فهو البرودكت <applause> ده اللي يعني؟ الديماند بتاعه ليميتد فانت لما تحب تكبر الكلام ده هتكبر الليستنجز مش هتكبر صح الـ 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 في عدد منتجات بالظبط كده بس في الاخر في 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 اند للقصة دي مش هتعرف تعمل ده كل يوم مش هتعرف تلاقي برودكت اوبرتيونتي كل شهر ممكن تقعد ثلاث اربع شهور مش عارف تلونش فتيجي تبص تلاقيك ستاك في ان انت مش عارف تكسب مثلا اكثر من 20000 دولار في الشهر في السنه versus هنا مثلا هو لا خلاص انا عندي الفورملا هي شغاله هروح هعرف بنتريت الماركت ازاي هقف قدام الكومبيتيشن ازاي انا محتاج بادجت قد ايه عشان اوين اوفر الكومبيتيشن دي وأقدر أسكيل بقى لان انا اوريدي عندي هنا ديماند انا داخل في حاجه هي ليفل اعلى شويه في السيرش فوليوم بس في الاول وفي الاخر هما الاثنين بيتجنبوا البيج اجريجيتورز ال اللي احنا بنتكلم عليهم او ال 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 لو حد امازون vendor طبعا مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه خلاص اتسانونو ما, ما تروحش ناحيته لانه في الاول وفي الاخر ما ما معاكش البادجت ولا هتستحمل الخبطات اللي هيخبطها لك بس انا انا شايف انه الاثنين بقى هما محتاجين ديديكيشن منكو جامد ويو ار اول ان فتحس انه يور ميسنج اوبورتيونيتيز بره وده شويه flexibility اللي بتديها دروب شيبنج لان انا زي ما قلت هي دروب مرحله مش مش محطه ف فانت ما ينفعش تفضل واقف او او, أو عايش فيها بس بتكلم أتكلم عن ال... ان مثلا مثلا خلينا نتكلم على نفس الرقم لو أه. اديناك ألف دولار أه. ما انا هاجر لامبورجيني وانزل لكم فيديوهات واقول لكم ان انا بعمل <applause> <سبر دمائي> ناين <applause> فيجرز اه مش ده دي دي المايند سيت كده بقى الكورس مالناش و... دعوه و... و... بيه يا جماعه كده اقعد بقى على اي بيتش شكله <applause> اكزوتيك واقول لكم يا جماعه انتوا فقراء وغلابه وشغالين <applause> وانا قاعد هنا عايش وبتاع لا لا اكشلي بجد لو هنتكلم في في الماركت اه ايه يعني البادجت اللي المفروض الواحد يبتدي بيه بالظبط كده انا البادجت بالنسبه لي هترجع لحته تاني الاكسبيرينس بتاعه الشخص اللي بيبتدي في ال في الدروب شيبنج الباك جراوند بتاعته عامله ازاي بس انا لو هتديني بادجت اول حاجه هبقى مهتم ان انا ادخل عليها هي ان انا ابلد بيها ابلد بيها اورجانيك ترافيك او بيلد velocity لحاجه تعملي لي سيلز ليتر اون قدام على بزنس مختلف بس راح. احنا احنا كلنا في لاين لاين المنتج انت حلو هقول لك انت, انت خلاص انت منتج وشاغل بالك بالمنتج عشان انت اوريدي خلاص عندك البلاتفورم اللي بترمي لك الترافيك انا بشغل بالي بقى من البدايه خالص انا مش مش زيك جاي من على ماركت بليس فانا عندي الكاستمر بتاعي عشان لا هتشتري أنا شغل... عشان عايز تشتري انت عايز تشتري ترافيك عشان يكون ما تشتريش ادفرتايز ما تعملش كل يوم ما هي دي البوينت انا ممكن في الاخر اقرر هشتري ترافيك هيبقى هو الادفرتايزنج بس مثلا ده اللي هيكرره النيتش اللي انا داخل فيه او الريسيرش بتاعي انت, انت بتتفق مع... معايا ان انت هتشتري برضه سورس هشتري بس مثلا <applause> لا مش مش اقصد هروح اشتري حاجه بس مثلا <applause> انا شايف دلوقتي في بيج اوبرتيونتي زي ما انا ما كنت قلت كده في بدايتي لما دخلت الدروب شيبنج كان في اوبرتيونتي ان انت تروح تبلد يور اون كوميونتي مثلا على حاجه زي فيسبوك اللي هو عليه 100 مليون نبني بقى وبتاع. 100 مليون اكتف ما انا لا انت مش تبني انا هقول لك على دلوقتي بتاعتي <applause> اللي هي ايه هيجس انه فعلا لو لو انت قدرت تروح دلوقتي بسرعه تلحق الترند ده بتاعه وهي طالعة انت ممكن لسنين قدام يبقى عندك بزنس موديل تعرف تعيش عليه تعرف تميك بروفيت منه تعرف تخليه سايد هاسل لو انت مش عايز تاخده النكست ليفل وخلاص قررت ان انا مش انا مش انا مش براند اونر خلاص لان في الاول وفي الاخر هي كلها مرحله في ناس بتكمل وبتقول فعلا اه انا براند اونر وبيجمع بادجت زيك ويقول هروح اكواير بيزنسز وخلاص انا شايف نفسي في دي وفي حد ممكن يجيف اب ويقول لك لا خلاص انا سايد حصل في الجنب كده حاجه وانا عايز استقرار وظيفي استقرار مش عارف ايه عايز بزنس سمها وشغال يعني كل واحد بقى وطريقته يعني بس اللي اقصده انه ساعتها كان الاوبورتيونيتي الجولدن اوبورتيونيتي يعني اللي كانت موجوده ساعتها ان انت يو كان بيلد ترافيك سورس من غير صعوبه بس ده كان موجود قبل كده مش موجود دلوقتي صح دلوقتي بقى موجود ازاي ازاي بقى زي ما حصلت كورونا كده جابت بلاتفورم ما كانش موجود اصلا في البدايه فعمل ري انوفيشن اصلا لشكل الدروب شيبنج هو التيك توك اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ورجع تاني يخلي الناس تشوف كوستس في امازون في, في, امريكا لان هو يجيب كوست برودر او اكوزيشن الدنيا دلوقتي. اه بالظبط بس حتى كمان من البدايه بعد كورونا كنت ممكن تروح تبيع وتجيب كوست بر <applause> اكوزيشن بدولار هي اوريدي كانت وصلت 50 دولار خلاص على فيسبوك فلو انت مثلا بتبيع برودكت 50 دولار فيما اقل انت كنت تروح تدفع في السي بي ام اب تو 30 دولار او 40 دولار على ده على فيسبوك صح. على فيسبوك معناها ان انت هتجيب الكوست بير كليك بدولار يعني انت لو الكونفرجن ريت بتاعك 2% زي ما احنا قايلين عشان تجيب تو اوردرز ب 100 دولار انت صارف قدامهم 100 دولار انت مخيش مم. من قبل ما تطلع حتى ايفن لو البرودكت بتاعك ده انت بتقصد ان التيك توك ارخص كتير؟ تيك توك بعد كده نزلت ووراك دلوقتي انت بعد الكومبيتيشن العاليه انت بتشوف سي بي ام 10 و12 و13 و14 وكوست بير كليك 20 سنت وحاجات كده مش موجوده حتى على امازون يعني انت على امازون الارقام دي هتبقى بالنسبه لك كمان عاليه قليله جدا فاللي انا اقصده آه، بقى هو لايك لايك فيسبوك تقريبا اه فدلوقتي بقى كمان تيك توك دلوقتي. عايز يعمل كوميونتي زي امازون واي هو بي اوت سمارت امازون دلوقتي وممكن امازون آه، جدا جدا, بيبانك جداً, جداً بيبانك ده اللي هو تيك توك شوبينج صح؟ اه في الباك جراوند ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر بيقول لك باشا انا عندي انترتينمنت uh, بلاتفورم فبالتالي انت مش تخرج من عندي انا ايه اللي يخليني اخرج من انترتينمنت بلاتفورم اروح على بلاتفورم ممل جدا زي امازون واقعد اسكان بعناية برو وحسس ان انا فجاه بقيت بقيت بزنس ديفلوبر في حته مش مش بعمل شوبينج فهو قال خلاص انا فاهمك والاي اي بتاعه ذكي جدا وبدليل انه اي حد فينا بي... بيقعد بالليل بس لو فكر يفتح ال... يفتح تيك توك الساعه 12 بالليل خلاص <applause> انسى هيروح مطبق الشغل <applause> مش 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 حد... هيروح مطبق الشغل ده ليه عشان هو فاهمك جدا فهو خلاص دلوقتي قال لك اي ويل ماي اون شوب انت تعالى احط البرودكتس بتاعتك عندي وانا هروح اعرض البرودكتس بتاعتك ديت بس طبعا هو فيريفيكيشن ستيبس كده وبتاع فاي جس انه اي حد طبعا عايز يبقى فعلا بيخش في البيزنس و... ويبقى جد فيها يعدي من المرحله دي هيخش بقى في في الجينرز بعد كده بعد كده كمان جنب تيك توك شوب هو باني بلاتفورم اصلا للانفلونسرز بتوعه مش زي بقيه البلاتفورمز يعني مثلا فيسبوك انت عايز تروح تاخد انسايتس حلوه لحد شغال في انستجرام ما تعرفش بقى تروح انت بقى تجيب تولز وتقعد انت اوت ريتش وبعدين انت شايف انه عنده مئة الف فولور انت مش عارف هو كم فيك فولور بيوصل اه الانجيجمنت, الانجيجمنت شكله عامل ازاي حاجات كتير قوي بتدفع كتير في كتير في تولز وفي الاخر مش مديك ريدنجز هو اوريدي عامل كوميونتي للتيك توكرز وبتخش انت تقول له في الفلترز بتاعته هات لي واحد اه انا عايز الانجيجمنت بتاعه اه 5 اكس الفولورز بتوعه فيجي يبص يقول لك والله عنده 10000 فولور بس هو الريتش بتاعته في شهر 100000 فده معناه انه الراجل ده واصل جدا تخش تقول له والله انا هبعت لك البرودكت بتاعي فور فري وليك برسنتج اللي بياخدها منك امازون امازون بياخد منك 10 15% ده غير ان التيك توك هيدي له اصلا اه ريفيرال بالظبط كده هقول له انا هديك ال 15% في بس انت عامل فيديو كويس للبرودكت بتاعي ونزله عندك يعني انت دلوقتي بقيت بتبيع الاوردر البرودكت بتاعك بتاعك اورجانيك انت حاطه قدام الاودينس بتوع الناس اللي هم بيثقوا فيه فاي برودكت هو هيحطه قدامهم انت خلاص خدت الاثوريتي بتاعت انه الراجل ده انا بتابعه انا اما بيك فان فانا هجيب البرودكت من غير ما افكر فبقى عندي دروب شيبنج 25% كونفرجن انت عارف آه التيك توك عامل <applause> زي ايه بالظبط قصدي التيك توك شوب حاليا دفعتش زي إيه؟ حاجه خلينا نقول كل اللي, اللي, اللي انا عملته في الفيلم ما عنديش ما بعد ما فاليديت البرودكت هشتري بقى كميه واوديها بس, بس انا خلاص بس انا بالظبط عملت لوكشت فلوس حلوه اول حاجه عملت فاليديشن ما دخلتش اشتريت 300 مثلا وانا مش عارف ال 500 دول السيرش هيشتروا اصلا ولا ال 500, 500 دول بيروشوا 300 طريق. مثلا قطعه اه عشان كذا وبتاع لا انا رحت ما شفتش حد بيروش انا عملت لحد 50 اوردر وال 50 دولت لو انا ببيع ب 50 دولار يعني انا معايا بادجت دلوقتي 2500 دولار تخليني اروح اشتري 1000 قطعه صح, انا كنت لسه صح. اسالك امتى اصلا تعمل السويتش من دروب شيبنج للبراند بقى ما انا زي ما قلت وانس انك تهت رقم 50 ده 50 100 بالكتير 50 اوردر 50 اوردر اه خلاص وانت واثق ان البرودكت بتاعك ده عليه ديماند وشغال شفت على طول للمود اللي بعده ما تريحش ما تقعدش تقول بقى خلاص اصل ليه هيجي حد هياخد منك الماركت فانت لازم تستاند اوت من الـ من الكومبيتيشن بس انا حاسس ان هو اكتر هي كومبيتيشن على السعر يعني انت دلوقتي انت دلوقتي هتبيع برودكت سي ب 50 دولار انا مش شايف حد ياخد انا عندي ياخد 50 سعر دي دولار. السعر ده هو مش محطوط قوي بالظبط كده لان انا مش بوكس موفر زي امازون سيلرز مم. فانا دلوقتي مش مضطر ان انا لما اللي جنبي ينزل 10% ان انا اقدم ديسكاونت 10% لا انا ممكن زي ما انت ما طلبت ما قلت من شويه كده انا مع السبلاير بتاعي رحت عملت اوبتمايزيشن وقللت سا. فانا عادي انا ممكن اعمل اوبتمايزيشن على البرودكت بتاعي واكواير اكتر من الافريج اللي في الماركت انا ب... عندي مشكله في الحته دي بسبب حاجه واحده بس انا لقيت لما انت في الغالب هتبقى بتسورس بسعر غالي هبقى بتسورس بسعر غالي عشان أوه، انت عشان بشتري مش هعمل بلك بس أوه. انا دخلت وانا قلت انا مش هريح كتير في الحته دي دخلت بعد كده في نوغيشيشن ان انا لتس سي ال 50 دول هتبقى بس تقصد لو انت لو انت عندك برودكت جايبه مثلا لتس ب 10 دولار وبتبيعه ب 30 دولار بس هو كده كده هو اللي بيشتري المنتج مم. هو اصلا بياخد الفلوس من العميل قبل ما العميل يستلم فهو بياخد فلوس من العميل, أو العميل. كاش اوت اه أو. وبلس كمان انا هشوف الفريكونسي بتاعه ال 50 دولار انا بعتهم في قد ايه ليتس انا بعتهم في يوم خلاص انا هعمل فوركاستنج لل 30 يوم الجايين بتوعي 30 في 50 فانا كده محتاج 1500 اروح اعمل بلان تصنيع 1500 فخلاص انا ببلد هور ريليشن شيب بالكلام ده بس طبعا مش هجو اول ان في الاول لان ممكن ابقى لاكي بيرتشس ممكن ابقى نازل في يوم ابقى اتاكد انه ده مش سيزون يعني في التشيك ليست بتاعه ان انا تشيك بقى الدماغ بعد ال 50 او بعد ال 100 بالظبط آه... بعد ال 50 او ال 100 دول اخش بقى في المود اللي بعده اللي هو انا كاني هبيع على امازون عادي هروح اعمل الباكينج بتاعي اطلب منه الوايت ليبل بتاعي اطلب منه شويه سبيكس لو انا ينفع اعدلها يعني مثلا احط تاتش بتاع الكارت بتاعي ديسكاونت آه... ليك لو انت اشتريت مني المره الجايه 20% مثلا اوف لان انا خلاص دي الماركتنج بادجت اللي انا كده كده مطلعها فخلاص انت دلوقتي هترجع لي تاني خد ال 20% اوف دول آه... ان انا ابتدي أكولكت مثلا ايميل ماركتنج اعمل لهم عندهم بوين سيستم لوياليتي سيستم وات ايفر السيناريو اللي انا هدخلهم فيه بس خلاص هو دخل فانل بتاعتي مش هيخرج منها فهرجع وهرجع بقى انه احمد نحسدك عليها بالظبط كده وهرجع عليه لونش ده يعني هات. انت مين ب... هو واحد yeah. قول <applause> لي <applause> 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 فانت عندك انت عندك البرودكت لونش آه بيتم من خلال امازون انا عندي البرودكت لونش بيتم مني على طول للدايركت للكاستمر فبالتالي طب جربت تروح امازون جربت اروح على امازون و ايه امازون ليها لعبه ايه ايه مختلفه وكنت لسه ولما و... جيت بالمايند سيت بتاعت الدروب شيبر فشلت فشل زي طبعا ف <applause> كان هيكسبنا كان هيك مشكله اه بالظبط آه كده جايب البراند بتاعه فاهم فلا فجويند ساعتها حد جرو في في الحته بتاعت امازون اتعلمت منه ففهمت ازاي اشتغل على امازون بس انا وجهه نظري بعد ما ما اشتغلت على امازون انه امازون، اتسي، وولمارت لو احنا بنتكلم على الماركت الامريكي يعني الحاجات دي كلها الماركت بليسز لازم لو انت عندك براند تكون متواجد عليها لان هي بتديك اوثوريتي قدام الكاستمر بتاعك في كلاينت ما بيرتاحش غير لما بيعمل شوبينج على امازون بس تقريبا احنا ف... هندفع نفس الكوست اللي تدفعها بس انت بتقدر تنفست يعني بندفعها قصدي صح. بس مش بملك اليوزر داتا انت بتملكها صح فانت بالتالي حتى ايفن في بعض الاستراتيجيز اللي ممكن بشتغل بيها ان انا اري ماركت لي بالامازون ستور بتاعي ليه؟ عشان انا مش عارف يعني هو انت مش واثق يعني في شوبي خد امازون اهو والامازون بيبقى عليه ريفيوز بتاعتي اللي انا ببقى بلان بلان ده هيد اصلا قبل ما لونش البرودكت هناك باعت سامبلز فري سامبلز للكاستمرز بتوعي اللي انا عامل ايميل ليست بيهم فهم لويال وانا عارف هم مين لويال فبالتالي عارف ان هم يدوني جود ريفيو فاطلب منهم ريفيو مقابل آه اوفر هديهم في اللونش الجاي مكلف جدا يعني انا دلوقتي هقول أه لك حاجه يعني أه لما جربت في وقت من الاوقات المشروع بس مش بيسل على امازون يعني امازون اي ريسنتلي جويند ان انا اشتري براند على امازون او حاجه لكن قبل كده ما كانش ليه علاقه بامازون ف ان انت تبيلد براند كوميونيكيشن سايكل يعني انت مثلا لو بت بتسورس ب 10 20% تقريبا الكوميونيكيشن بتاخد تقريبا من 30 ل 60% ممكن صح انت قصدك البراندنج بقى اه الكوميونيكيشن ده كله بقى انفلونسرز تي في شو اوف لاين اد حط حط فيها بس حاجة انا كل حاجة. انا برضو بقى ايه من المدرسه بتاعه بلدينج براند من الحته بتاعت ستاند اوت اللي هو اجيب له حاجه هو مش بيروح يشتريها من براند اكس فانا عايز اقنعه ان انا كمان اي لونشد نفس اللي بيعمله براند اكس اللي مي انت لو اللي اللي إيه؟ يعني اه لا مش عايز اشتغل على ده انا عايز اشتغل على اللي مش عند براند اكس ولا واي ولا زي بس عندي انا بس بلس كمان هو براندد فانت هتاخد الكواليتي بتاعتي صح دروب شيبنج ده بتاع الحاجات اللي هي سريعة وبت بت ما, هو... ما هو بص هو قال لك أي... حاجة حلوة جدا قال لك ايه قال لك ان ان انا مش واخد دروب شيبنج ده بزنس موديل انا واخده مرحلة عايز أتستبه... يديسكفر ديسكفر اكتر برودكتس بدل ما يدفع يعني, يعني ماركت أحلم... الماركت فيت بتاعك بيه يعني هو في الاول او في الاخر انت عايز تعرف انت مين الاودينس بتوعك اللي انا عندي حل هت... حلو آه... انت روح سيرش على امازون شوف الحاجة تبقى سيرش صح وروح انبيع دروب شيبينج صح م -م. بس في الاول او في الاخر بقى خلينا نقول ليتس سي انا الاستراتيجي دي من ضمن الحاجات في الاول وفي الاخر ما انت بتدور على برودكت فانت تقول ما تقولش آه من كده انا عايز اقول لك يعني انا كنت في الاول خالص لما ابتديت كنت بعمل ريسيرش كاني هلونش حتى على امازون يعني انا بلاقي اوبورتيونيتي لدرجه انه كمان ده اوبورتيونيتي لو انا لونشد على امازون فبالتالي الاودينس بتوعي مش هيعرفوا يشتروه من حته ثانيه خلاص هو فعلا هيشتري مني ليه لانه حتى مش موجود على امازون اللي هي اكتر بلاتفورم وهو بيستخدمها لا بس هو اصلا امازون بتمثل 50% من السيلز في امريكا لكن في 50% تانية مش في امازون صح بس انا انا هما هم كمان عشان م. اللي هيفاليديت او هيراجع ورايا انت يا عم مالكش حاجه مش هتعرف تلاقي البرودكت ده في حته تانية فـ فـ فدي كانت من الطرق اللي انا بـ بـ بعمل ريسيرش بتاعي بيها بس انا زي ما ما اي يعني لسه في الـ طب ما تدينا كده يعني ستيب تو جو للدروب شوبينج للبراند يعني اديها ستيبس كده اول حاجه انت هت فايند يور own نيتش نيتش تكون فيك في شغف تجاهه انت فاهم فيه او لو انت مش شايف ان انت في الاخر هتشتغل في نيتش كده عادي اعمل ريسيرش بتاعك ليتس سي وصلت في الاخر انك هتبيع بواريك للستات تمام اتس اوكي انت عندكش فكره عنها بس لازم بقى تقعد تذاكر الاودينس بتوعك وتبقى فهم. فاهم اه ايه الباروكه الكويس عارف انت اصلا اشهر الكوافيرات بيبقوا في الاخر فصم بيلاقو بيلاقوا الطريقه اللي اوت ريتشو <تصلاً> بالظبط كده يلاقي شغفه يفهم يا ازاي الكاستمر بتاعه ده ويعرف هو محتاج يفلفل ايه خلاص وانس ان انا فهمت عن النيتش بتاعي هعرف اختار اعمل برودكت سلكشن بتاعي زي ما قلنا البرودكت سلكشن هي فورمولا ممكن ننزلها في بلون ايه السكيل لو مش عندي بلاش ابتدي ايه السكيل لو انا ما عنديش اكسبيرينس يعني مش اي اكسبيرينس اظن هتكون في الادفيرتايزنج الاكسبيرينس مش مش في الادفرتايزنج بس ليه لانه هو بيزنس كامل متكامل يعني I'm هو لو انا عايز اقول لك انا اعرف كم مثلا ميديا بايرز شاطرين اللي هو بيعرف خلاص في الادفرتايزنج يروح يلونش البيزنس بتاعه يفشل فشل ذريع عشان هو مثلا مش حاطط في الحسبان بتاعه البي ان ال هو شايف البي ان ال متمركز في الماركتنج بادجت هو مش فاهم مثلا قوي حته انه هيطلع من الدروب شيبنج للبرايفت ليبل فدي كوست فهو لو مش هيعرف يحصل إيه الكوست دي في مرحله الدروب شيبنج وده راح ف وراح للمرحله المرحلة بعدها فبالظبط فهو محتاج يبقى فاهم قوي الكوست بتاعته يبقى فاهم البيزنس بيلرز هو في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على كذا تشانل هو محتاج يبقى فاهمهم كلهم مش مش تشانل واحده اللي هي بتاعت انه يدرايف ترافيك دي أه بس بس بعد يعني انا هعدي سريعا كده على التشيك ليست وبعد كده ممكن نستفيد بـ بـ في ممكن تعملها ده. في بيبر وتبعتها للناس ده اللي احنا عاملينه احنا قلنا في ممكن. في نهايه صح. الفيديو هيبقى هيكون في لينك في الديسكربشن في الوصف تحت الفيديو في بي دي اف من كل واحد فينا عن التشيك ليست او النصايح والخطوات المفروض الواحد يعملها عشان يدخل بقى في الدروب او التشيك ليست بتاعتك عشان <applause> لا دي خليها سيري دي هتنزل في البي دي اف <applause> دي انا يعني برضو انا عايز اسمع منك احمد انا عايز اقعد اكتر من كده والله بس <applause> احنا بقالنا كتير بس ما <applause> بص ما رضيش يقول لنا خلي بالك انت <applause> إنك. <الليست> منك <ممش> لا <applause> <ده> بس <الـ تصفيق> التشيك ليست بتاعتي هي فيديو موجود التايتل <applause> بتاعه تقريبا هسيب اللينك بتاعه يعني نزله برايفت انا لا انا منزله فيديو يعني انا مش هنزل تشيك <applause> ليست <applause> انا هنزل في فيديو اوريدي نزل أهم خطوة أنا بشوفها في أمازون هي مراحل بتبني عمارة إيه أول جزء في العمارة الدور الأول هو البرودكت بتاعك أي بزنس في الدنيا ليه دراسة جدوى بس أمازون مالهاش دراسة جدوى أمازون ليها برودكت بلان مش بزنس بلان يعني أنت بزنس كله قام على منتج عملت منتج حلو أو اخترت منتج كويس مش هتحس إن بقى, بقى البزنس اللي بي أه. على بس <applause> 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 أنا برضه عايز أسمع منك أحمد قبل من ما نقفل إيه النصائح تقدمها لاي حد عايز يدخل الحته دي ان هو يشتري بيزنس جاهز. طيب انا انا في الاخر برضو هي ده مش مش طريقه مناسبه لاي انديفيدور يعني عشان في الاخر انت عشان تبقى عندك انفستمنت ألف دولار او بلس ألف دولار على الاقل يعني او هكذا فانت لازم يكون في انفستور او في حد بيدفع الفلوس دي صعب انك تلاقي حد سنه صغير آه طبعا. بيعمل ده فلو انت جزء من من كيان عنده الانفستمنت انه ده أه... تقدر تعمل ده بكل سهوله فده ده رق... باري رقم واحد أه... بارير رقم اتنين انت لازم تكون أه... شاطر في الاندستري ديت او عندك knowledge فيها أه... عندك زي كده بلو برنت للاندستري مين احسن سبلاير في الحته ديت احسن كانتري بتسورس منها ايه أه... شاطر في الشيبنج شاطر في ال... في الفاينانشال أه... بتاع دوت فانت هتدخل يعني هتسلكت برودكت عارفه كويس عارف الاندستري بتاعته أه... بطريقه كويسه عندك حد إكسبرت فيها وعارف سبلاير شاطر فيها فانت هتعمل زي هتقعد اصلا هتتعب جدا في التدوير صح يعني خصوصا لو في الميدل ايست يعني لان انك تفاين برودكت معدي الفاليديشن وعنده ستيبل سيلز لان انت لو خلي بالك ان انت لما بتيجي تشتري بزنس بتكيب الهستري بتاعه كله من اول يوم اللي لونش فيه لحد دلوقتي الكوست بتاعته قد عامله ازاي وكذا لان حد ممكن يخدعك آه، ممكن تبقى عنده اربعه برودكتس بس هم في الحقيقه واحد بس اللي بيكسب وهكذا فانت انا رايي ان انت لازم تكون اكسبرت شاطر جدا في اكثر من اندستري ولازم من الناحيه الثانيه آه، تكون عندك كاش طبعا عشان تجوين ده والحاجه الثالثه ان انت تبقى فاهم اوبريشن او عندك تيم يحسن من كل الحاجات اللي موجوده في المنتج دي بدل ما تكاش اوت فلوسك بعد ثلاث سنين تكاش اوت بعد سنه ونص او سنتين والله انا زي ما قلت يعني نفسي نقعد اكتر من كده بس احنا يعني تسلم ايديكم بجد شكرا ليكو اه انا مستني بلو برنت اه بتاعتك طيب. لا هتاخد حاجه <applause> حلوه فبجد انتوا ما شاء الله شاركتوا انسايتس ومعلومات مهمه جدا وخصوصا ان انتوا بتشيروا من اكسبيرينس يعني انتوا دفعتوا فلوس وصرفتوا وقت قد كده فشكرا يا ابراهيم شكرا يا احمد بجد على وقتكم وان شاء الله يبقى في مره تانية بإذن, <applause> الله. بإذن الله. لو عجب الناس لا خلاص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده إن شاء الله تكونوا استفدتوا يعني فتنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة واشوفكم الفيديو الجاي سلام